بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي ليلة في ختام هذا الأسبوع. دايما معودينكم حلقة يوم الخميس بتبقى يعتبر حلقة الحصاد، لأن بنشوف اللي حصل في الساحة الرياضية على مدار هذا الأسبوع والمستجدات خلال الساعات الأخيرة عشان نطرحها في هذه الحلقة، خاصة كمان أن الحلقة بيبقى فيها فقرات متنوعة ما بين فقرة فنية والحديث عن كرة القدم والتكتيك والتدريب الخاص بالفرق والدوري المصري، وأيضا كمان حديث عن النادي الأهلي. فقرة الثانية فقرة بنتكلم فيها عن الإعلام الرياضي ودور الإعلام الرياضي ووجهة نظر النقاد الرياضيين في الأحداث الجارية، والفقرة الثالثة بتبقى أحيانا بناء على المستجدات اللي بتطرأ على الساحة الرياضية. الفترة الأخيرة كانت فيه يعني إصابات عديدة لعدد من اللاعبين بشكل عام في الدوري المصري أو حتى في المنتخب في فترات سابقة، فبالتالي الفقرة الأخيرة النهاردة معانا فيها دكتور متخصص في موضوع إصابات الملاعب، هنلقي الضوء معاه ونتكلم معاه عن فكرة إصابات الملاعب في الفترة الأخيرة وإزاي حصلت في الفترات الأخيرة إصابات بتتكرر لأكثر من لاعب في الكرة المصرية. لذلك حلقة النهاردة حلقة دسمة فيها تفاصيل مهمة جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. طبعا النهارده بتشرف ان انا موجود مع الكابتن عبد الحميد حسن ميدو، هيشاركني النهارده بالتاكيد في هذه الحلقه وهيكون معاكم باذن الله في باقي فقرات البرنامج. الفقره الاولى هيكون في ضيافتنا الكابتن خالد جد الله نجم النادي الاهلي السابق ومدرب النادي الاهلي السابق وصاحب السلسله طويله من المراحل التدريبيه للعديد من الانديه المصريه في فترات سابقه، فقره فنيه زي ما قلت لكم في البدايه. الفقره الثانيه فقره الاعلام الرياضي والنقاد الرياضيين، هيشرفنا فيها الاستاذ ابراهيم داوود الناقد الرياضي، وحديث مهم جدا عن وجهة نظر الإعلام الرياضي في الأحداث الجارية في الوسط الرياضي. ثم الفقرة الثالثة زي ما قلت لكم فقرة إصابات الملاعب والناحية الطبية والجزء التخصصي في إصابات الملاعب، واللي هيشرفنا فيها دكتور وليد عبد الباقي أحد الأطباء المتخصصين في العظام، وسبق كان متواجدا في الجهاز الطبي للنادي الأهلي في فترات طويلة جدا، وكان في توقيت كان فيها كمان بعض الإصابات اللي كانت غريبة شوية على الملاعب المصرية، فوجوده النهاردة مهم جدا لان بالتاكيد هيدلي بارائه ووجهه نظره كمان والاحداث والجديد كمان في الامور الطبيه المتعلقه سواء في مساله الرباط الصليبي او حتى اصابات ركبه اللاعب او حتى الاصابات اللي بتحصل في انقل القدم بالنسبه لاي لاعب. فبالتالي النهارده زي ما قلت لكم حلقه فيها تفاصيل وفيها تنوع ما بين الضيوف في برنامج الاهلي ليله في حلقه يوم الخميس. لكن في البدايه مهم جدا وانا ببدا حلقه النهارده اتكلم على اخر مستجدات في الساحه الرياضيه، وبالطبع أبرز شيء سفر بعثة فريق النادي الأهلي اليوم إلى الإمارات وتحديدا إلى إمارة دبي لخوض معسكر إعداد لمدة أسبوع. فترة خلال هذا التوقيت الجهاز الفني فضل أن يكون في معسكر مغلق في هذه الفترة، وزي ما انتم شايفين قدامكم على الشاشة دي أولى اللقطات لبعثة فريق النادي الأهلي اللي كانت متواجدة صباح اليوم تحديدا في الساعة 9 في مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى الإمارات العربية المتحدة وخوض معسكر تدريب لمدة أسبوع، فرصة لريني فايلر للتقرب أكتر من اللاعبين وفرصة كمان لتجربة بعض الجمل الفنية بأريحية وعدم ضغوط. فترة إيقاف الدوري يمكن فترة للأسف طويلة شوية أو زادت مدتها نتيجة تأجيل آخر مرحلتين في الأسبوع الرابع والخامس لما بعد الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، فبالتالي بعد ما كان الإيقاف يعني إيقاف الدوري حوالي 27-28 يوم زادت المدة إلى حوالي 40 يوم. طبعا النادي الأهلي كان بادئ المسابقة ببداية مختلفة عن كل الأندية، رغم أن حتى الجهاز الفني ما كانش عنده مساحة وقت أنه يقدر يشتغل مع الفريق قبل بداية المسابقة أو حتى قبل بداية البطولة الإفريقية، لكن نسبة النجاح في المرحلة الأولى 100% العلامة الكاملة سواء في المباريات المحلية أو حتى البطولة الإفريقية والبدء حتى البطولة أو بدء الموسم ببطولة كأس السوبر المصري بالفوز على نادي الزمالك. لكن توقف الدوري كل المحللين وكل المتابعين للكرة المصرية أكدوا على أن النادي الأهلي هو أكثر المتضررين من توقف الدوري الحالي بلا شك، لكن إدارة النادي والجهاز الفني حاولوا قدر الإمكان التقليل من أثار هذا التوقف، بل بالعكس منح الفرصة الأكبر للمدير الفني في التعرف على كافة الأمور الخاصة بالفريق. ده عشان يحصل كان لازم تقفل على الفرقة أو تعمل معسكر إعداد جديد وانت في بداية هذا الموسم. الأجندة الدولية بالنسبة للمنتخب الوطني الأول هتبدأ يوم 6 نوفمبر، ففرصة طيبة في خلال الأسبوع العشر أيام إنك تعمل معسكر إعداد بكل اللاعبين الدوليين، لأن حتى اللاعبين الدوليين اللي معاك أكيد هيكونوا مطلوبين في المنتخب التونسي أو الأنجولي أو المنتخب النيجيري والمغربي أو حتى اليو ديانج لما بيطلب مع منتخب مالي في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة. ففرصة طيبة في هذا التوقيت الصفوف بنسبة كبيرة جدا مكتملة. ده شيء يعتبر إيجابي بالنسبة لريني فايلر. عنده مساحة وقت كويس يقدر
كمان يضيف على المراحل السابقة أفكاره الجديدة، خططه، يتعرف أكتر على إمكانيات كل اللعيبة اللي معاه. عشان كده حتى هو سافر إلى الإمارات ب 25 لاعب، القوام البعثة أو قوام اللاعبين 25 لاعب، أبرزهم كمان كريم ندفيد ومحمود متولي اللي هم حاليا غير جاهزين لخوض أي مباريات، لكن فرصة إن هم يكونوا موجودين في المعسكر عشان حتى يستكملوا برنامجهم التأهيلي، وإذا كانت هناك فرصة لمشاركتهم في مباراة ودية إذا أقيمت في الإمارات يكونوا موجودين مع الجهاز الفني. أيضا المعسكر تقدر تقول ممكن يساعد على كسر حدة الملل، تغيير الأجواء ده مهم جدا على فكرة بالنسبة للاعب كرة القدم أو الأتموسفير الخاص بفرقة كرة القدم. لما بتسافر خارج بلدك في معسكر خارجي، خاصة بقى بالذات لما بالنسبة للنادي الأهلي في الإمارات، والإمارات تحديدا بتحمل ذكريات سعيدة جدا للنادي الأهلي، فبتبقى حاجة إيجابية وحاجة ليها دور كبير جدا في رفع الحالة المعنوية، رفع الحالة البدنية، تجهيز اللاعبين من كل النواحي للمرحلة اللي جاية. زي ما قلت لكم الجهاز الطبي حرص كمان على اصطحاب محمود متولي وكريم ندفيد لتجهيزهم للمرحلة الجاية اللي هتحتاج بالتأكيد جهود كل لاعب، والثنائي بالطبع أحد أهم أعمدة الفريق في المرحلة القادمة. قدامكم في الصورة طبعا رينيه فايلر المدير الفني، رغم أن تولى المسؤولية يوم 2 سبتمبر وكان عنده بداية المشوار الإفريقي بعدها ب 12 يوم 10 أيام في غينيا الاستوائية، لكن دي الوقت مع المساحة الزمنية اللي اشتغل عليها مع الروتيشن ومشاركة كل اللعيبة قدر يكسر أمور كتيرة جدا كانت الناس بتقول صعب تحصل في أي فرقة وأنت بتبدأ موسم، أن التيم بنسبة 70-80% يشارك بالكامل مع الفريق في المباريات. ده ما كانش بيحصل وأنت بتبدأ أي موسم. لا، رينيري فايلر بفلسفته وبتعامله النفسي مع اللعيبة نجح في ده بنسبة 100%. في قواعد معينة كده في كرة القدم كانت بتحصل، أعتقد المرحلة الأخيرة مش عايز أقول استثناءات، لا، واضح إن الكورة فيها متغيرات، والمتغيرات دي مش هتفهم قيمتها ولا تحس بيها غير لما يكون عندك مدرسة كروية أو فكر لجهاز فني محترف زي رينيه فايلر موجود في التوقيت الحالي مع النادي الأهلي. سفر الفريق للإمارات في التوقيت الحالي زي ما قلت لكم ده شيء مميز لأنه بيخسر حدة الملل، لأن أنت في القاهرة كل يوم تدريب في ملعب مختار التتش، الفريق بيتمرن، الفريق بيروح تاني يوم في تمرين، مفيش يعني مفيش تغيير، مفيش جو مختلف شوية بالنسبة للعيبة، فبالتالي فرصة السفر دي بتبقى كويسة جدا، ودايما النادي الأهلي يعني بيختار جيدا الأماكن اللي ممكن الفريق يستفيد بيها بشكل كبير. التوقيت ده وأنت في الإمارات مش توقيت إعداد فني وبدني فقط، لأ، إعداد نفسي. الإعداد النفسي من جهة إيه؟ أنت رايح الإمارات أكنك في مصر. عدد الجالية المصرية في الإمارات يعني بيقترب من حوالي 5-6 مليون. ما بالكم بقى لما أكتر من نص هذا العدد أو أكثرهم بنسبة كبيرة جدا بيشجعوا النادي الأهلي. حجم الاستقبال أو حجم وجود جمهور النادي الأهلي مع لعيبته في التمرين أو عند الأوتيل أو في المباراة الودية إذا أقيمت خلال الأيام الجاية، ده بالتاكيد بيبقى ليه تاثير ايجابي قوي على اللعيبه. رينيه فايلر ممكن ما يكونش شاف لسه الاجواء دي في القاهره، المباريات ما كانش فيها مساحه ان يشوف فيها جمهور كبير، ده هيبقى متاح في الامارات بنسبه كبيره. اللعيبه في حد ذاتها كمان نفسها او مشتاقه جدا ان هي تعيش الاجواء اللي كانت عاشتها قبل كده لما كان الاهلي مثلا لعب في مباراه اعتزال حسام غالي مع اياكس، او حتى قبل كده مباراه السوبر المصري مع نادي الزمالك ونادي المصري. دايما اكتر من 70-80% من المساحه اللي موجوده في المدرج بتكون جمهور النادي الاهلي، المساحه دي بالتاكيد بيبقى ليها دافع نفسي كبير جدا على اللعيبه، وانا حتى على المستوى الشخصي لمست ده في تصريحات عدد كبير جدا من اللعيبه في بطولات سابقه، دايما جمهور النادي الاهلي بيبقى سر النجاح وسر الانتصارات. في توقيت زي ده وانت الدنيا هاديه خالص وبتستعد لفتره جايه بالتاكيد فتره فيها ازدحام في المباريات، لازم ترفع الحاله المعنويه، لازم تدي باور، تدي دفعه قويه للجهاز الفني واللعيبه، والجهاز قبل اللعيبه. لان الجهاز طبعا في غالبيته جهاز اجنبي، فمعاش الاجواء دي مع النادي الاهلي وما بالكم بجمهور النادي الاهلي في كل مكان بتبقى الصوره مختلفه. زي ما انتم شايفين اهي، يمكن هي لقطات قدام فندق الاقامه والفريق متوجه الى التدريب اللي بدا منذ لحظات قليله. ده بس يمكن عايز اقول لكم الجمهور لسه بيسخن، لسه بيبداوا ان هم يروحوا عند فندق الاقامه الاول ما يعرفوا بس المكان فين. فالجمهور لما بيعرف بس الاهلي متواجد في اي حته بتبقى فيه سعاده غير طبيعيه. الجمهور زي ما يكون جات له حاجه حته منه موجوده وعايشه معاه. النادي الاهلي في الامارات يا جماعه اكنه موجود في مصر بالظبط، حجم الاستقبال والتشجيع ووجود الجماهير خلف النادي ده شيء احنا بنفتخر بيه بنبقى سعداء بيه. ولو بيلعب حتى فريق اماراتي الاعلام الاماراتي نفسه بيركز على النقطه دي
وبيبرزها بشكل ايجابي. بيقول لك ما بقال ان النادي الاهلي بيلعب خارج مصر، لكن الاجواء في الملعب وكانه موجود في القاهره او حتى في معقله الاساسي استاد القاهره الدولي. دي لقطات خاصه وحصريه للاعبي النادي الاهلي وهم حاليا في ملعب التدريب. ده اول تدريب لفريق النادي الاهلي في دبي في بدايه معسكر الاعداد بالنسبه للمرحله اللي جايه. التمرين بدا النهارده، وكان الجهاز الفني بقياده ريني فايلر حريص ان في اول يوم السفر يكون فيه تدريب عشان يبدا يجهز اللعيبه للمرحله اللي جايه. وكل يوم او متحدد البرنامج الزمني سواء في توقيت التدريب، مكان المران اللي هيكون فيه التدريب بالنسبه للاعبين، كل شيء محدد بالثانيه، محدد حتى بخط السير. الحافله هتبقى موجوده امتى عند الاوتيل، هتتحرك وتروح الملعب امتى، المسافه والمساحه ما بين فندق الاقامه وملعب التدريب. الجهاز الاداري يبقى حاسبها كويس جدا عشان ما يكونش فيه مساحه زمنيه او وقت ياخدوا الفريق اطول في الانتقال لملعب التدريب. كل الامور دي بتبقى محسوبه بالملي قبل السفر. ضمنا طبعا كابتن شريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي، وكل اللعيبه بتستعد، محمد مجدي، قفشه، ياسر ابراهيم ان شاء الله يكون من العناصر الاساسيه بعد عودته الفتره الاخيره، يكون موجود دايما مع التشكيله الاساسيه. وليد ازارو تحدي غير طبيعي للمرحله الجايه، وليد ازارو عنده تحدي غير طبيعي بالنسبه للمرحله الجايه مع اللاعبين علي لطفي، صالح جمعه. طبعا الفريق سافر ب 25 لاعب، ثلاثه في حراسه المرمى، الشناوي، شريف اكرامي، علي لطفي، قدامنا جيرالدو، قدامنا اجاييه. زي ما قلت لكم اكتر بنسبه 90% الصفوف مكتمله. رامي ربيعه مدافع النادي الاهلي، كابتن حسين الشحات طبعا نجم خط وسط النادي الاهلي، في امكانيات، في قدرات. حجم التطور الايجابي اللي حصل في فريق الكوره خلال الفترات القليله او خلال الايام الماضيه وضحت بنسبه كبيره على اداء الفريق في المباريات السابقه، ولسه الفرقه لسه عندها مساحه اكتر من كده ان هي تادي وتكسب، وعندها بطولات وعندها مباريات كتيره. احنا لسه بنبدا الموسم، فالفرقه ان شاء الله يكون عندها تحدي بالنسبه للمرحله القادمه. بدا التدريب زي ما انتم شايفين على الملعب الفرعي، وعايز اشيد طبعا بالبنيه التحتيه. يمكن في الامارات شيء رائع جدا البنيه التحتيه والملاعب، ملعب اهل دبي وملعب نادي الجزيره وملعب نادي العين، ملعب نادي بنياس، ملعب نادي الوصل، امكانيات غير طبيعيه، بنيه تحتيه متميزه، ارضيه الملعب وكانك في اوروبا، بنيه تحتيه ممتازه. وده حتى بيبان على ملاعب الكره الاماراتيه في دوري الخليج العربي، شيء بنفتخر به بالتاكيد في دوله الامارات العربيه المتحده لما يكون عندها هذه البنيه التحتيه وهذه الملاعب الرائعه اللي بتساهم بنسبه كبيره حتى في الارتقاء بمستوى الكوره. في اي مباراه بتتلعب بيساهم بنسبه كبيره في الارتقاء بمستوى الكوره. التمرين بدا زي ما انتم شايفين في الصوره، بتبقى بالبدايه محاضره من ريني فايلر مع كل اللاعبين، بيشرح بقى الاجواء وخطه العمل خلال هذا الاسبوع والبرنامج الزمني وبرنامج التدريب اللي هيقوم بالجهاز الفني مع اللاعبين خلال هذا التدريب. المحاضره دي كانت فرصه طيبه ان الجهاز الفني يوضح الاهداف من المرحله اللي جايه والتارجت اللي عايزين يحققوه في هذا المعسكر. قدامنا كانت في الصوره على فكره قنصل مصر في دولة الإمارات وائل فتحي، كان موجود النهاردة في التمرين وحرص على حضور المران في مقره في نادي أهل دبي في بداية معسكر الفريق اللي هيستمر إن شاء الله حتى يوم الأربعاء القادم. كابتن سارة عبد الحفيظ مدير الكرة حرص على استقبال القنصل وائل فتحي والترحيب به في مران النادي الأهلي. محاضرة التمرين النهاردة كانت محاضرة نظرية للتأكيد على بعض الجوانب الفنية والخططية اللي هيخدها الفريق بالنسبة للمرحلة القادمة. وجود النادي الاهلي على فكره اهو زي ما قلت لكم على فكره، يمكن هي لسه الاهلي بيسخن في الامارات، فهي البدايه بس العدد اللي انتم شايفينه، لكن يوم عن التاني من خلال الرسائل اللي بتجينا من زملائنا هناك في مع البعثه في الامارات هتشوفوا حاجه مختلفه، هتشوفوا جمهور غير طبيعي موجود في ملاعب التدريب، في الطريق حتى من الملعب الى فندق الاقامه. دايما جمهور النادي الاهلي بيبقى دايما خلف الفريق في اي مكان وفي اي زمان، دايما جمهور النادي الاهلي بيبقى حريص دايما ان هو يكون موجود مع النادي في اي مناسبه، ودي حاجه بتسعدنا على المستوى الشخصي كمان او على مستوى النادي الاهلي كله. لما يكون موجود جمهوره في كل حته ده بيدي سمعه قويه جدا لمكانه النادي الاهلي في اي مكان لما بيروح، لان ده بيدل على الشعبيه الجارفه والجماهيريه الجارفه اللي موجوده للنادي الاهلي في الخليج. يعني الخليج تحديدا البعض كان بيقول لي فترات معينه الشعبيه بتتراوح من مكان لاخر، لا في الخليج، وظهرت بنسبه كبيره في مباريات السوبر. لو قلت الملعب بالكامل هيكون متاح للنادي الاهلي هتلاقي التذاكر كلها اتحجزت. دايما لما بتنزل تذاكر مباريات السوبر والاهلي طرف فيها بعد ساعتين ثلاثه النسبه المخصصه لجمهور النادي الاهلي بتخلص بعد ساعتين ثلاثه، بل بالعكس لما بيكون في لسه مساحه في الجماهير الفرق المنافسه جمهور النادي الاهلي بيشتري وبيحضر. شفنا ده في ملعب هزاع بن زايد في نادي العين، شفنا ده في ملعب نادي الجزيره، شفنا ده في ملعب اهلي دبي. دايما
النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بيكون حريص، وده حتى حصل في مباراه الاهلي والوصل الاماراتي في البطوله العربيه اللي كانت اقيمت العام الماضي، ومباراه الاياب اللي كانت موجوده في ملعب نادي الوصل في زعبيل في دبي. كان في على هامش المران تدريبات قويه لحراسه المرمى، الثلاثي شريف اكرامي والشناوي وعلي لطفي خاضوا تدريبات بدنيه وبعض الفقرات المتنوعه للتصويب على المرمى من زوايا مختلفه تحت اشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى. طبعا قلت لكم ان متولي ونيدفيد دول في الفتره الحاليه لسه بيواصلوا التاهيل ومرحله الاعداد البدني والمرحله الاخيره من التاهيل في الفتره اللي جايه، لذلك الجهاز الفني فضل ان هم يكونوا موجودين مع البعثه في هذه الرحله لتجهيزهم واعدادهم بالنسبه للمرحله القادمه. اذا قدر محمود متولي يجهز في التدريبات القادمه وفي فرصه المباراه وديه، اعتقد وقتها ريني فايلر هيكون ليه رؤيه في الدفع محمود متولي او ان هو يشوفه في مساحه زمنيه معينه حوالي 10 دقائق ربع ساعه عشان يطمن عليه قبل ما يرجع القاهره. ايضا نفس الامر لكريم نيدفيد، يعني الحمد لله قصه الاصابات بتتقلص حاليا في متولي ونيدفيد. طبعا محمد محمود نتمنى له الشفاء، موضوعه لسه هياخد وقت زي ما قال لنا الكابتن نادر شوقي في حلقه يوم الثلاثاء الماضي، هياخد حوالي 8 شهور، فلسه محمد محمود قدامه لغايه حوالي شهر 7 او نص 6 مع بدايه الموسم الجديد وفتره اعداد المرحله اللي جايه بالنسبه للموسم القادم ان شاء الله. لكن متولي ونيدفيد ان شاء الله خلال الساعات الجايه يكونوا جاهزين باذن الله عشان يبقى الفرقه بنسبه كبيره مكتمله وهي بتخلص مرحله الاعداد. المنتخب ياخد اللعيبه الدوليين، عندنا ما يقرب من حوالي 10 لاعبين في منتخب مصر، علي معلول مع منتخب تونس، جيرالدو مع منتخب انجولا، فبعد التوقف الدولي الصوره تكتمل بالنسبه للجهاز الفني ويبدا يشتغل بقى على المباريات الرسميه. بدايه الدوري 25 نوفمبر، مباراه النجم الساحلي تحديدا احد يومي 29 او 30 نوفمبر. طيب مزيد من التفاصيل ونشوف بقى ايه الجديد في الامارات في هذا التوقيت. معايا على الهاتف زميلي العزيز محمد دقروري من الامارات وتحديدا من اماره دبي، مرافقا لبعثه النادي الاهلي هناك في هذه اللحظه. محمد مساء الخير عليك. مساء الخير يا محمد ومساء الخير على كل مشاهدي الاهلي الليله. طيب عايزين نطمن منك بقى على اجواء المعسكر والبدايه، سواء من اول مطار القاهره لما الفريق استقال الطائره وسافر الى الامارات، والاستقبال بالنسبه لجمهور النادي الاهلي والتدريب اللي انتهى منذ لحظات. طبعا يا محمد انت عارف الاجواء هي مش غريبه عليك، انت عشتها كتير قبل كده. زي كل اجواء زي النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، كل حاجه متنظمه على اعلى مستوى. الفريق كان التجمع في المطار من الساعه 8:30 صباحا، تمام. الطياره كانت الساعه 10 الا ربع، اتاخرت بالظبط ربع ساعه، يعني طلعنا الساعه 10 وصلنا الساعه 3 بتوقيت دبي. تمام. بعد كده من المطار مباشره، طبعا كان في استقبال الفريق كابتن سيد عبد الحفيظ اللي سافر امس، كان وصل امس يعني رتب كل الامور الفرقه هو كابتن سمير عدلي. وتوجهنا من المطار مباشره الى فندق الاقامه، كان في راحه حوالي ساعه ساعتين بالظبط، وبعد كده كان التجمع 7 الا ربع في الفندق تحت. توجه الفريق بالكامل ما عدا احمد الشيخ ومحمود وحيد ومحمود متولي. كانوا اكتفوا بالجيم. توجهنا الى كنا تدريب النهارده على ملعب شباب الاهلي يتبع نادي اهلي دبي، وطبعا احنا والبعثه طبعا بتشكر كلها نادي اهلي دبي على حسن الاستقبال والضيافه. وحضر تدريب القنصل وائل فتحي القنصل العام بالانابه، وطبعا التدريب كان هو ساعه واحده بس تدريب، شملت بعض يعني الاطالات وكان بس كان في تقسيمه يعني، وشارك فيها كل اللعيبه بلا استثناء. طيب عايز اطمن منك برضو على محمد ان حضر جمهور النادي الاهلي، رغم ان يعني ده كان سؤالي ليك يا محمد، وانت عارف الاجواء وعايش الاجواء في الامارات كذا مره، ودايما بيبقى اكتر حاجه بتسعدنا لما الاهلي بيروح الامارات عشان جمهور النادي الاهلي اللي هناك. عايز اقول لك ان في ناس كانت موجوده لما عرفت ان الفندق اللي انت فيه الاهلي، كان في ناس موجوده من الساعه 1 الظهر مستنيه البعثه من قبل ما الفريق يجي، يعني من الساعه 1 الظهر بتوقيت الامارات كانت في ناس مستنيه جوه الفندق اللحظه اللي هيجي فيها النادي الاهلي. وطبعا كلهم جم حضروا تدريب، وكان اللي عجبنا حتى اللعيب كل الجمهور اللي حضر التدريب النهارده ان هم كانوا بيقولوا كلمه واحده بس لكل اللعيبه، افريقيا يا اهلي. تمام، رساله كويسه ورساله ايجابيه في توقيت مهم، عشان كده قلت المعسكر يا محمد جاي في توقيت كويس جدا، لان مش شغل فني وبدني بس، لا كمان دفعه معنويه للجهاز واللعيبه ان هم يعيشوا اجواء ممتازه وسط جمهور النادي الاهلي هناك في الامارات.
انت عارف دايما يا محمد ان النادي الاهلي لما بيكون داخل في بطولات هامه وبطولات مهمه، المعسكر ده بيبقى مفيد جدا جدا للمدير الفني بالذات، لان ده يعتبر اول معسكر يعمله مستر فايلر للفريق خارج مصر. ده اولا. ثانيا انت عارف ان دايما بتبقى بشره خير، يعني لما عملنا معسكر الامارات في 2012 خدنا بعدها سنتين افريقيا، لما عملنا معسكر اسبانيا رجعنا خدنا الدوري بفضل الله والسوبر الدوري سواء مع مستر لازارتي او كابتن محمد يوسف او السوبر مع مستر فايلر. فدايما بتبقى بشره خير، وانت عارف يعني والناس كلها طبعا هنا بتسال عليك ودايما بتسال على كل زمايلنا سواء انت او سواء اكيد طبعا كانت ايام ممتازه اسلام الشاطر كابتن عبد الحميد حسن، الناس كلها يعني بيقولوا لنا سلموا لنا على كل فرد في قناه الاهلي. تحياتنا لكل جمهور الاهلي هناك. يعني انكر دور الكبير اللي عامله الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ عشان يوفروا للبعثه كلها كل حاجه، كل سبل الراحه. طيب البرنامج الزمني اكيد طبعا الجدول المحدد بالنسبه للتدريبات حتى موعد العوده الى القاهره. بكره تمرين الساعه كام او كل يوم التمرين هيبقى الساعه كام؟ غدا بكره التدريب هيبقى تحرك 5:15 من الفندق، بس التدريب بكره في نادي بقى اهلي دبي نفسه. النهارده كان في ماتش، النهارده الاهلي دبي كان بيلعب ماتش، فكان التدريب في نادي شباب الاهلي. لكن بكره هيبقى في نادي اهلي دبي تحرك من الفندق 5:15، تدريب الساعه 5:15 بالظبط. ده توقيت القاهره. ده توقيت دبي. القاهره يبقى عندك الساعه 3:15. 3:15 العصر. انا كل التوقيتات اللي بقولها لك دي توقيتات دبي. هي انتوا عندنا عندكم انتوا قبلنا بساعتين. تمام مظبوط. طيب حاجه اخيره يا محمد، المباراه الوديه تحدد طرفها ولا لسه الجهاز الفني ما اعلنش او ما حددش بشكل رسمي؟ لا لسه ما حددش بشكل رسمي يا محمد. هو يعني هناك يعني بعض المحاولات لكن هو لسه ما تحددش اي حاجه لسه. اكيد هو الغرض من المعسكر يا محمد هو ان يعني البعد عن الاجواء شويه في مصر. تمام. تجهيز اللعيبه في المعسكر ان هم يشتغلوا على جوانب معينه مستر فايلر عايز يعملها في التدريب، جوانب معينه. هي فرصه طيبه الجهاز الفني يكون قافل على الفرقه لمده اسبوع. اولا مقر الاقامه طبعا. عايز اقول لك على حاجه يا محمد، يعني احنا الماتشات الوديه انت عارف الماتشات الوديه مستر فايلر ما بيحبش انها تتذاع. يعني احنا زي ما انت عارف يعني احنا ما ذعناش الماتش، كان بدينا ان احنا نذيعه، بس طبعا كانت يعني كان انت عارف يعني الرؤيه الفنيه الكامله ده الاساس طبعا. احنا خدنا السوبر يعني طبعا الرؤيه الفنيه الكامله ده الاساس. ما انا بقول لك هي فكره المعسكر بتبقى فرصه طيبه ان الجهاز الفني يقفل على اللعيبه، يعمل محاضرات نظريه، يعمل محاضرات سكاوتنج تحليل للفرق اللي هيلاعبها حتى في افريقيا الفتره اللي جايه، يشوف امكانيات اللعيبه، تهيئه اجواء جديده. طبعا الجو حاليا في الامارات جو اوروبي وممتاز جدا، معسكر على اعلى مستوى، فكل الاجواء دي بتخلي الفرقه فريش، دفعه معنويه، استعداد بدني، استعداد فني. فان شاء الله باذن الله الجهاز الفني يعني بنسبه كبيره او بنسبه 2% كل الطموحات اللي عايز يحققها من خلال هذا المعسكر ان شاء الله ينفذها بشكل جيد، عشان باذن الله ده يعود بقى بشكل ايجابي على المرحله اللي جايه مع استئناف الدوري يوم 25 نوفمبر. زي ما انت بتقول يا محمد وخبرتك العالميه وخبرتك طبعا في قناه الاهلي، انت اكتر واحد عارف المعسكرات دي بتبقى مفيده قد ايه. وان شاء الله باذن الله تكون يعني دوله الامارات تكون وش الخير على النادي الاهلي باذن الله. طبعا من يعني بالنيابه عن قناه الاهلي احنا بنشكر كل السلطات في المطار في الامارات على كل التسهيلات اللي عملتها للبعثه، وده بيدل على روح الاخوه والشعبين الشقيقين، وان فعلا يعني مصر والامارات وعلاقه يعني من الامد يعني. أكيد. زميلي العزيز محمد دكروري بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب ليك وللبعثة، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة نطمن أكتر وأكتر ويكون المعسكر حقق الهدف المرجو منه من خلال شغل فني وبدني خلال الأيام القادمة مع الجهاز الفني بقيادة السويسري ريني فايلر. قبل ما أختم وأطلع لفاصل وأستقبل كابتن خالد دجدلة، طبعا العلاقة الطيبة بين النادي الأهلي ونادي أهل دبي توأمة وعلاقات وتبادل خبرات في فترات سابقة شيء على أعلى مستوى. دايما النادي الأهلي موجود في كل مكان، ودايما أي نادي في أي مكان لما النادي الأهلي يكون موجود حريص على استقباله ويكون في علاقات طيبة وعلاقات ود ما بين النادي الأهلي وكل المسؤولين وكل الأندية سواء في الإمارات أو السعودية أو كل مكان في العالم. لكن طبعا العلاقة الطيبة بين النادي الأهلي ونادي أهل دبي ده كان على مر السنين، ودايما النادي الأهلي لما بيكون حريص في الإمارات بيتمرن دايما على ملاعب نادي أهل دبي. كل التوفيق وكل الشكر كمان للقيادات والمسؤولين عن نادي أهل دبي خلال الفترة القادمة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل الكابتن خالد جدلة ضيفا في الفقرة الحوارية الأولى من برنامج الأهلي الليلة.
اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي ليله، واللي بيشرفنا فيها الكابتن خالد جدالله نجم النادي الاهلي السابق، واللي انا بتشرف ان انا موجود معاه لان جيل كان جيل مميز جدا، وفي اجيال كده حببتنا في الكوره وحببتنا ازاي نشجع النادي الاهلي. كان من ضمن هذه الاجيال واللي كان ليه دور في فتره سابقه، تحديدا فتره الثمانينات واواخر السبعينات، الكابتن خالد جدالله. كابتن خالد منور الدنيا واهلا بيك. الله يخليك يا محمد، اهلا بيك وسعيد ان انا موجود معاك. قبل ما ابدا الحلقه وقبل ما اخش في اي تفاصيل، عايز اقول لك كل سنه وانت طيب. عيد ميلادك كان الاسبوع اللي فات يوم الخميس، طبعا ما كنتش موجود معانا يوميها، لكن قلنا لازم تكون موجود معانا النهارده قبل شهر 10 ما يخلص، لازم نحتفل معاك بعيد ميلادك ونقول لك كل سنه وانت طيب، مواليد شهر العظماء. الله يخليك يا محمد، ميرسي قوي، وسعيد انا طبعا ان انتوا فاكريني وفاكرين عيد ميلادي، ودي حاجه طبعا تشرفني. وبنقول عقبال 100 سنه يعني، يا ربنا يسهل كده، ربنا يديك الصحه دايما يا رب. الله. لاعب الكورة لما بيتولد في شهر 10 دايما بيتقال عليه مواليد شهر العظماء، وشهر العظماء ده فيه اسامي كبيره جدا، حضرتك من ضمنهم بالتاكيد. شهر العظماء يعني صدفه ان في التوقيت ده في شهر 10 اتولد فيه مثلا مارادونا، بيليه، كابتن محمود الخطيب، اسامي كابتن خالد جدالله، اسامي كبيره في عالم كره القدم. هو فعلا شهر 10 معروف ان هو شهر العظماء زي ما انت بتقول، لان يعني تقريبا من احسن لعيبه على مستوى العالم يعني بالصدفه طلعوا مواليد شهر 10. يعني هنا على مستوى مصر طبعا كابتن محمود الخطيب، زي ما انت قلت مارادونا، فاروق جعفر، فهتلاقي فعلا هو شهر كل من ولد في شهر 10 ومارس لعبه كره القدم هتلاقي ليه ستايل معين، وهتلاقيه ان هو موهوب وعنده تالنت، ربنا اداله تالنت بشكل كبير جدا. فانا كنت محظوظ ان انا مواليد شهر 10 يعني. طب ذكرياتك بقى مع اعياد ميلادك وانت بتلعب كوره؟ لا، ذكريات كتير يعني، ذكريات كتير جدا، بس يمكن الفترة واحنا بنلعب كورة كان الواحد من كتر كان ممكن ينسى عيد ميلاده، يعني ما كانش حتى بيفتكر عيد ميلاده من كتر ما هو كان بيفكر في تمرينه، في ماتشاته، في البطولات اللي عايزين ناخدها عشان نسعد بيها جماهير النادي الأهلي. ويمكن الوقت ده النادي الأهلي كان فيه يعني كم كبير جدا من اللعيبة على مستوى عالي، يمكن فرقة أو فرقتين أو ثلاث فرق كمان، يعني احنا جينا في بداية الثمانينات كان كم اللعيبة وكم المواهب اللي موجودة كان بشكل كبير جدا، وكان النادي الأهلي بيحظى أنه هو بيضم نخبة من الكوكبة من اللعيبة في كل الخطوط، سواء في حراسة المرمى أو خط الدفاع أو خط النص أو الفراودة. ففي الوقت ده كان محتاج ان كل واحد كان يركز جامد جدا عشان يكون ليه دور جوه الفرقه وجوه النادي، وكان يمكن تفكيرنا بشكل كبير جدا، كنا بننسى يعني مفكرش في نفسينا قد ما نفكر في نادينا وفي الفانيلا الحمراء اللي احنا بنحبها اللي احنا بنلبسها، وازاي ان احنا نسعد جماهير النادي الاهلي. يوم زي 24/10 ده ممكن يصادف معسكر، مباراه قمه، ماتش في افريقيا مهم. بالظبط، كان بيصادف كتير يعني، كان بيصادف كتير كده، لان كان في عز الماتشات يعني شهر 10 بتلاقي كل البطولات كانت ابتدت. في اخر ماتشات افريقيا كمان بالظبط، الاجنده القديمه يعني، الاجنده القديمه. بالظبط، فكنا يعني كل واحد بيكون عيد ميلاده في يوم معين، واحنا متجمعين سواء في معسكر او في النادي في التمرين، كنا احنا بنحتفل مع بعض بكل واحد بيجي عيد ميلاده يعني. بعد الاعتزال لاعب الكره بيحس بالمناسبات الاجتماعيه، بيشعر بيها، بيبدا فعلا يهتم بيها؟ طبعا بعد الاعتزال يعني بشكل كبير بيهتم بيها، لان هو بيهتم بكل حاجه كان مفتقدها وهو بيلعب. فطبعا الحياه الاسريه والبيت والولاد والاعياد الميلاد والمجاملات طبعا بتاخد وقت كبير جدا من حياه لعيب الكره بعد ما يبطل. فرصه بقى حضرتك معانا النهارده ونتكلم عن تفاصيل كتير، لان الدوري متوقف ومفيش كوره في مصر في التوقيت الحالي، لكن دايما الكوره في مصر الكلام فيها ما بيخلص، ودايما كل يوم بيبقى فيها مستجدات. التوقيت الحالي هنتكلم فنيات اكتر، لان التوقيت الحالي الفريق سافر النهارده الى الامارات في معسكر مغلق لمده اسبوع. اولا على المستوى الفني او كمعسكر بالنسبه للفريق في التوقيت الحالي، الهدف منه وكيفيه الاستفاده منه ومكان إقامة المعسكر في الإمارات مدى أهميته بالنسبة لفريق الكورة؟ لا، هو طبعا اختيار الإمارات اختيار موفق جدا واختيار صائب جدا، لأن دولة الإمارات طبعا يعني بيحبونا بشكل كبير جدا، والنادي الأهلي ليه شعبية كبيرة جدا في دولة الإمارات، سواء من ناحية الإماراتيين نفسهم أو الجالية المصرية اللي موجودة هناك. فطبعا اللعيبه لما بتروح الامارات ما بتحسش ان هي اتغربت، بالعكس بتحس ان هي في بلدها زي ما تكون موجوده في القاهره.
نمره 2 الجو في الامارات دلوقتي جو يعني مثالي، نقدر نقول عليه مثالي بشكل كويس جدا، لان مش حر ومش برد، فالاجواء بتبقى حلوه جدا. المعسكر مهم عشان يحصل عمليه ريفريشمنت للعيبه، يعني ازاي ان انت بتطلعهم من جو القاهره والجو الروتيني اللي هم عايشين فيه في اجواء تانية اصح شويه، بيغيروا جو. الناحيه الفنيه طبعا بيبقى ليها بقى مردود جامد جدا، ان بيبقى فرصه للجهاز الفني ان هو ازاي يستثمر الوقت بتاع المعسكر في المحاضرات النظريه، في تصحيح الاخطاء، في التدريب، في علاج الاخطاء بالنسبه للعيبه على مستوى الخطوط او على مستوى الافراد. بيبقى فرصه ان الفرقه تكون ملمومه، بالذات ان الجهاز الفني لسه يعني نقدر نقول عليه برضه هو يعني ما خدش وقت مساحة، ما خدش مساحه من الوقت مع الفرقه. فرصه كويسه جدا للمدرب ان هو برضه يختلط باللعيبه على مستوى من الوقت كبير جدا، بحيث انه يعني يحصل اندماج ما بينه وما بين اللعيبه، يقدر يوصل له افكاره وخبراته. ونتمنى باذن الله ان المعسكر يكون ليه مردود كويس. يعني المعسكر الناس بتتكلم في امر فني وامر بدني، لكن سفر في معسكر في الامارات في التوقيت الحالي ممكن يكون ليه علاقه بالامر النفسي كمان ودوافع جديده لدى اللعيبه. طبعا ده من اهم يعني اهم شيء، لان خلق دوافع جديده بالنسبه للعيبه، بالذات لعيبه النادي الاهلي اللي هم يعني ايه على طول واخدين بطولات، عندهم تشبع من ناحيه البطولات، فبتبقى عمليه صعبه جدا على الجهاز الفني ازاي يخلق دوافع جديده بالنسبه للعيبه عشان يقدروا يكملوا البطولات اللي هم بيحصلوا عليها. فهي دي هتبقى فرصه كويسه من ناحيه النفسية كمان، زي ما قلت الجهاز الفني هيقرب شوية من اللعيبة، هيحس بيهم، لأن تعرف كل لعيب مصري برضو كل واحد في فروقات فردية كتيرة ما بين اللعيبة، حتى من ناحية النفسية يعني من ناحية التعامل من ناحية الكلام ده. فبإذن الله لا هو معسكر يعني بشكل كبير هيكون ناجح. طيب كل خبراء الكورة والمحللين أكدوا وأجمعوا على أن توقف الدوري ضرره ممكن يكون أكتر على النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي كان بادئ بداية كويسة جدا. كجهاز فني يتعامل ازاي مع هذه المساله والضرر ما يكونش كبير او قدر الامكان يتلاشى هذه الاضرار؟ لا هو ما نقدرش نقول عليه ضرر، هو كان النادي الاهلي ماشي كويس بشكل كويس جدا، والبدايه بتاعته دايما احنا دايما بنقول بدايات اي بطوله هي اهم حاجه، فالنادي الاهلي ابتدى في افريقيا بشكل كويس جدا، ابتدى في مسابقه الدوري العام بشكل كويس جدا، مش هيحصل دروب، بالعكس هو يعني نقدر نقول النادي الاهلي ما بيفرقش معاه الكلام ده، يعني هو ممكن يفرق مع فرقه ثانيه تكون ماشيه كويس ولما يجي فتره توقف يحصل لها دروب، ولكن مع النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي بشخصيتهم وبكيانهم وبفكرهم اللي هو يعني مش من دلوقتي، يعني النادي الاهلي ده مدرسه من سنين فاتت كتيره جدا، بيتزرع في اي حد بيلبس فانيلا الحمراء، حتى اللعيبه الجديده اللي بتيجي بتخش النادي بتمشي على نفس بتدخل في المسار، بتدخل المطبخ النادي بالظبط كده، ان ما بتفرقش معاه حاجه، ان بيبقى فيه تركيز في اللي جاي، ما بيفكروش في اللي راح، دايما بيفكر في اللي جاي. وانا اعتقد ان بطوله افريقيا باذن الله اللي هي يعني احنا مركزين عليها جدا السنه دي، ونتمنى يعني كلعيبه قدامى او كجمهور النادي الاهلي ان احنا باذن الله نقدر نكسبها، لان بطوله هتكون قويه جدا. طيب انا بقى كلاعب، يعني الجهاز الفني بيشتغل، الاداره بتوفر، بس انا كلاعب ازاي استغل فتره زي دي عشان لو عندي حاجه ناقصه ممكن ازودها، عايز الجهاز الفني يهتم بيا ويحس ان انا عندي الرغبه ان العب، انا كلاعب بقى استغل فتره التوقف دي ازاي؟ هستغلها ان ازاي يكون عندي الدافع ويكون عندي تركيز بشكل كبير جدا، ازاي اوري نفسي بالنسبه للجهاز ان انا لازم اكون لاعب اساسي، لازم ان انا اكون موجود لاعب اساسي، فمزيد من التركيز، مزيد من الجديه في التدريبات، ازاي كل واحد من اللعيبه يبين نفسه للمدير الفني الجديد، يبين له امكانياته، يحاول يحجز لنفسه مكان في القائمه الاساسيه بالنسبه للنادي الاهلي، هو ده اللي اكيد كل لعيب هتلاقيه بيفكر فيه في المعسكر ده. طيب معسكر زي ده ممكن يكون فرصه طيبه لو حد بعيد شويه عن المباريات والتدريبات، ما كانش ظاهر بشكل كويس، يحط نفسه في الصوره؟ طبعا فرصه، ما انا زي ما بقول بمزيد من التركيز، وان كل لعيب يعني يوري نفسه في مراية جديدة بالنسبة للمدير الفني. ممكن المدير الفني يكون لسه، بالذات المدربين الأجانب دايما الانطباعات الأولى عن اللعيبة هي اللي بتفضل معاهم بتدوم، فهي الشطارة ان لو اي لعيب في النادي الأهلي حس ان الانطباع الأولي اللي خده عنه المدير الفني مش كويس، يحاول في الفترة دي من خلال المعسكر، من خلال القعدة اللي هم قاعدينها، من خلال التدريبات، ان هو يغير هذه الصورة او يحط نفسه بالشكل اللي هو يخليه لعيب أساسي جوه الفرقة، خاصة لما يكون المعسكر مغلق وفي بلد غير بلدك، فبتبقى خلاص انت يوميا
ما عندكش غير الجهاز الفني او الجهاز الفني واللعيبه هم يعني كلهم قاعدين مع بعض بالزبط. يعني خلاص ما فيش وقت، مفيش فرصه طيبه اكتر من كده بالظبط. فهي اللمه اللي موجوده دي يعني اللعيبه قاعده مع بعض مع الجهاز الفني، هيبقى فرصه كويسه جدا زي ما قلت لك ان الجهاز الفني اللي يقرب من اللعيبه يحس بيهم بالذات في النواحي النفسيه، فهو هيبقى فيه اكتر من فايده بالنسبه للمعسكر بتاع الامارات. رغم ضيق الوقت والمساحه الزمنيه اللي اشتغل فيها فايلر مع النادي الاهلي في الفتره السابقه، لان انا اعتبرت المراحل دي مش مر... يعني الماتشات اللي اتلعبت او الفتره السابقه والحاليه هي اتقسمت لمراحل. هو تعاقد مع النادي الاهلي وكان موجود يوم 2/9، اول ماتش في افريقيا كان يوم 14، توالت المباريات ما بين افريقيا ومباراه سوبر ثم ثلاث مباريات في الدوري. لكن تشعر يا كابتن خالد بتتفرج ان الجهاز ده او المدير الفني بقاله سنه مع اللعيبه، كرؤيتك هل الفتره الزمنيه رغم ضيق الوقت ازاي قدر ان هو يكسر القاعده اللي احنا دايما بننادي بيها او بنقول بيها مفيش مساحه وقت، ما قدرش يتعرف على امكانيات اللعيبه، ما عرفش يشوف امكانياتهم، ما عرفش يحط افكاره، كان دايما الكلام ده بيتقال. لكن ضيق الوقت مع الشغل اللي حصل لا يعني يبدو ان القاعده لا فيها استثناء او في يعني عرف جديد في كره القدم او المفاهيم نفسها اتغيرت في الكوره. هو يعني عرف جديد ومفاهيم اتغيرت. هو فعلا قضى مع فرقه النادي الاهلي وقته قليل من ناحيه التدريبات ولكن انا الحته دي انا يعني هرجع الفضل فيها لعيبه النادي الاهلي. اللعيبه في اكثر منه طبعا معدن لعيبه النادي الاهلي مش موجود في مصر غير في لعيبه النادي الاهلي اللي هم ازاي بيعرفوا يلموا نفسيهم، بالذات بيحسوا بالاوقات اللي هي في مدير فني جديد، هتلاقي الفرقه بتتلم اكتر، هتلاقي كباتن الفرقه بتتكلم اكتر، هتلاقي اللعيبه عندها عزيمه وعندها اراده ان هي تكسب. يعني ما بيخلوش نفسهم يستسلموا لاي حجه من الحجج ان المدير الفني جديد فلسه ما خدش وقت فممكن نبقى شكلنا مش كويس، لا بالعكس. فهي الفتره اللي فاتت دي انا من وجهه نظري يعني انا المستوى اللي ظهر بيه النادي الاهلي النسبه الاكبر فيه برجعها لعيبه النادي الاهلي واللعيبه، لان هم ظهروا مستوى كويس جدا، واضح ان هم عايزين يمشوا على التراك بشكل كويس جدا في حصد البطولات في الفتره اللي جايه، زائد ان المدرب واضح ان برده عنده فكر كويس، ولكن محتاج هيبان كل ما الوقت هيعدي عليه اكتر مع اللعيبه هيبان فكره وهيبان الحاجات اللي هو عايز يغرزها في اللعيبه من ناحيه المستوى الفردي او من ناحيه المستوى الجماعي. طيب في تطور حصل في اداء اللعيبه خاصه في الناحيه الهجوميه، رمضان، حسين، اجاييه، التطور اللي حصل ده راجع لايه يا كابتن خالد؟ ده بقى يرجع يعني التطور في المستوى الفردي طبعا ده يرجع للمدير الفني. الشغل التخصصي بتاع المدرب. والشغل التخصصي اللي هو النقطة اللي كان بيركز عليها ازاي ان الكرة تتلعب لقدام، ازاي الناس تتحرك لقدام. كتلة واحدة. الاقلال من الكرات العرضية، التحضير البطيء اللي ملوش لازمة، ازاي الكرة توصل لمرمى المنافس في اقل وقت. فهو ده اللي حصل فيه طفره بالنسبه للعبة النادي الاهلي، واللي حصل برضه فيه طفره على المستوى الفردي بالنسبه للمستويات زي ما انت قلت، رمضان صبحي، حسين الشحات شفناه بشكل احسن من فترات سابقه. فالاختراقات بتاعه النادي الاهلي والوصول لمرمى المنافس في اقل وقت والاقلال من الكرات العرضيه او التحضير البطيء واللعب بسرعه واللعب القدام والتحرك بدون كرة، دي حاجات كلها انا حسيت بيها وكانت فرقت كتير جدا في مستوى اداء لعبة النادي الاهلي. طيب الاداء اللي ادى بيه فايلر مع الاهلي تقدر تقول مدرسه قرويه او تكتيك بطريقه معينه، ولا هو عنده مرونه في التغيير حسب المباريات او حسب المنافس او حسب سير المباراه؟ لا هو عنده مرونه، واضح ان هو عنده مرونه، يعني هو يمكن اشرك كذا لاعب، يعني احنا ما شفناش ان في ثبات، لا بيلعب في لعيبه بيشركها وبعدين الماتش اللي بعديه بتلاقي لعيبه ثانيه، ودي حاجه كويسه. دايما الفرق اللي بتلعب على اكتر من بطوله لو انت اعتمدت على 11 لعيب او 12 او 13 لعيب وبتلعب في اكتر من بطوله وعايز تاخد اكتر من بطوله، العمليه هتبقى صعبه جدا. انت لازم تشرك كل القايمه اللي انت مسجلها كلهم يكونوا وصلوا لمرحله كويسه من نفسيا وفنيا، بحيث ان انت لما تيجي تشرك او لو جيت عملت روتيشن او جيت هتشرك اي حد يكون يؤدي بالشكل الكويس. ودي حاجه من الحاجات كمان. لان موسم طويل وبعدين بيبقى في ظروف اصابات، في ظروف طرد، في يعني في حاجات بتبقى خارجه عن اراده اي سواء لعيب او مدير فني. فانت كل ما عدد اللعيبه الجاهزه بيكون اكتر، المدير الفني يعني بيجهز اكبر عدد من اللعيبه، دي بيكون في مصلحه الفرقه ومصلحه النادي. طيب فنيا ابدا دوري يوم مثلا 29 سبتمبر، اوقف الدوري يوم 25 او 26 اكتوبر، وبعد كده ارجع تاني 25 نوفمبر، يعني العب اسبوعين ثلاثه او اربع خمس اسابيع
ورايح 40 يوم وارجع العب تاني الدوري. فنيا ده تاثيره على الكره في مصر بشكل عام ايه؟ لا طبعا تاثير سلبي، يعني هو عدم استمراريه المسابقه والتوقفات الكتيره، بس هو بيجي في وقت بيبقى غصب عنك. يعني احنا الوقت ده عشان في المنتخب الاولمبي بطوله افريقيا المؤهله للاولمبياد طوكيو، فدي دي دي سبب ماشي يعني ممكن نحترمه، ولكن لما بيحصل اي تاجيلات ملهاش اي لازمه لا بتضعف طبعا، بتضعف المسابقه وبيبقى ليها اثار سلبيه كبيره على المسابقه يعني. بتبقى ليها ضرر اكتر وعلى كده. الاداء وعلى الفرق وعلى كل حاجه. الاستمراريه طبعا مهمه، لان اي دوري في العالم احنا بنشوفه بنبقى عارفين بيبتدي امتى. يعني الدوري الانجليزي انت عارف بيبتدي امتى وهيخلص امتى، حتى المؤجلات وانت عارفها ولكن احنا نتمنى ان يبقى في استقرار في استمرار مسابقه الدوري الموسم دوت. طيب النادي الاهلي بدايته كانت ممتازه، سواء في معدل احراز الثلاث نقاط من الثلاث مباريات فتسع نقاط كامله، حتى معدل التهديف 10 اهداف من الثلاث مباريات. يا كابتن خالد، شايف البدايه دي مبشره ان النادي الاهلي السنه دي فعلا على قدر ان هو يحقق نتائج ايجابيه في الدوري وفي البطوله الافريقيه عكس ما كان بيحصل في المواسم السابقه تحديدا في افريقيا؟ النادي بالبدايه يعني البدايه بالنسبه النادي الاهلي على المستوى المحلي على مستوى الدوري ما عندوش اي مشكله باذن الله، ما عندناش اي مشاكل في يعني على مستوى الدوري طبعا. ومعلش انا ليالي دايما رايي يعني الدوري بتاعنا دوري مش قوي. ليه دوري مش قوي؟ طبعا، لان انت لو دوري قوي انت هتلاقي 7-8 فرق بتنافس على البطوله. احنا العمليه يعني العمليه محصوره ما بين ناديين، وبرضه في فوارق ما بين الناس الانديه اللي بتنافس، في فوارق بينها وبين بعض برضه بشكل كبير. النادي الاهلي واصل لحته ما حدش وصل لها على مستوى مصر. عدد الفرق هو يكون معيار ان الدوري قوي ولا لا؟ لان حتى في اسبانيا الريال وبرشلونه واتلتيكو من بعيد، حتى باقي الفرق مش عدد الفرق، عدد الفرق اللي بتنافس اصلا يعني اللي بتنافس في اسبانيا ثلاثه او هم اثنين والتالت من بعيد اتلتيكو مدريد. بس وانت بتتفرج على الدوري الاسباني ممكن تلاقي اللي محتل المركز الاخير كسب، عمل مفاجاه. طبعا هنا ما فيش الكلام ده، هنا فين وفين يعني مش على طول. النقطه الثانيه ان الدوري بتاعنا مش قوي، انت شوف المنتخبات وشوف اللعيبه اللي بتنضم للمنتخبات مين. المساحه بقت الاختيار قليله. ايوه من ثلاث انديه اللي عليها، بقيه الانديه كلها ما هي بتشارك يعني، هي مشاركه انما طموح في احراز بطوله، طموح ان انت تقدم لعيبه عشان المنتخبات، لا ما مش موجود يعني. ما دي حقيقه مش بالكلام او بالافكار، لا ده بالورقه وبالقلم. يعني نشوف المنتخب الاول ضامن 32 لعيب، كم لعيب من الاهلي؟ 10 من الاهلي، كم من الزمالك؟ 6 من بيراميدز، ادي 16، 5 4 من الزمالك اعتقد، ادي والباقي محترفين من بره. خلاص 5 6 محترفين و 3 4 لعيبه من ثلاث انديه من كل نادي لعيب. فانت يعني ايه؟ فالنادي الاهلي انا بتكلم دايما على ايه؟ مش مقياس ان احنا نقيس النادي الاهلي على مستوى الدوري العام، لان الوضع الطبيعي النادي الاهلي داخل مصر في مسابقه الدوري العام لا هو فارق كتير جدا عن كل الانديه بمسافات، حتى اللي بينافسوه بمسافات كبيره قوي. المقياس بقى اللي احنا نقيس عليه النادي الاهلي السنه دي هي بطوله افريقيا، وبطوله افريقيا بدءا من دور الثمانيه. حتى باذن الله احنا في دوري المجموعات مش ما عندناش مشكله باذن الله تعالى، يعني هنتخطى هذا الدور، لان خلاص الكره دلوقتي مش زي ايامنا ما فيهاش مفاجآت. يعني انت دلوقتي امكانيات كل فرقه لما بتبقى متابع معروفه، لما بس لازم تكون متابع بشكل كويس جدا. يعني انا بقول لك الاهلي في افريقيا في الدوري في المجموعه ما عندوش مشكله. ليه؟ لان انا شايف الثلاث فرق التانيين متابعهم، الهلال وبلاتيني وزمبابوي، متفرج عليهم لا النادي الاهلي في فوارق كبيره، وباذن الله ما عندناش مشكله ان احنا نتخطى هذا الدور ان شاء الله. بدايتنا باذن الله في دور الثمانيه. دور الثمانية العملية هتبقى أصعب ومحتاجة شغل أكتر ومحتاجة تركيز أكتر ومحتاجة حاجات تانية، يعني عشان بقى نقدر نكمل بدءا من دور الثمانية محتاجة شغل كبير جدا ومحتاجة تركيز جامد جدا. ولعبت النادي الأهلي دايما متعودين على هذا الكلام. بس هي الشطارة أن أنت تبقى عارف أنهي مرحلة اللي أنت بقى لازم تعمل عندها ستوب ولازم تزود. لو أنت بتدي 100% لازم تدي 200%. انت فاهم انا اقصد ايه؟ جهدك وتفكيرك في كل حاجه وتركيزك تركز وكل حاجه واستغلالك للفرص. يعني ما تشد بعد كده مش هتبقى صعبه، لانها ما شطش ان فيها نوك اوت على طول بالظبط، وهتبقى صعبه من ناحيه المستويات الفنيه. انا يعني انا برضو عشان انا 24 ساعه الواحد خلاص يعني شغلته الكوره وقاعد بتفرج، فانا كل الفرق حتى اللي في المجاميع دي انا يعني 90% انا عارفها، شفتها في الدوريات بتاعتها بالظبط. في فرق لا مستوياتها دعمت نفسها بشكل جامد جدا، يعني فرقه زي مازيمبي مثلا
مازيمبي جابوا 12 لعيب جديد، الراجل صاحب النادي ده الملياردير لما رجع جاب لهم فرقه جامده جدا جدا جدا، وعمل مفاجاه الناس مش واخده بالها منها لسه. الملعب غير نجيله الملعب، الملعب ما لسه بقول لك يعني غير نجيل، بس هي برضو نجيل صناعي بس غيرها طورها، بس هي برضو نجيل صناعي. الاجواء بتاعه مازيمبي هناك في منتهى الصعوبه من ناحيه الملعب، من ناحيه الجو، من ناحيه الجمهور. فانت بدءا من دور الثمانيه، وهو ده بقى اللي لازم الواحد يشتغل عليه من دلوقتي، يعني لازم الفرقه ولازم الجهاز الفني يشتغل عليه من دلوقتي. المرحله دي لما اوصل لها باذن الله تعالى في التوب فور طبعا، لان المرحله دي هتكون في اواخر شهر مارس، ما يكونش عندي اصابات، ما يكون تكون اللعيبه كلها المنحنى البدني بتاعها في 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 علو، ما يكونش الاحمال البدنيه من دلوقتي عشان ما يجيش ازاي ان انت تقدر تظبطها عشان لما تيجي في الوقت دون الوقت المهم ده ما تبقاش يكون كل لعيب وصل للتوب فورم بتاعه، ما تجيش انت الوقت ده وتلاقي اللعيبه مجهده او عندها حمل زايد او اجهاد او اصابات. حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا طبعا طبعا، بتتكلم في نقطه مهمه جدا جدا جدا، لان فعلا ابتداء من 25 نوفمبر لغايه منتصف مارس مباريات محليه على مباريات دور المجموعات في دور ال 16. اخر اسبوع في مارس اول مباراه في دور الربع النهائي دور الثمانيه. بالظبط. مهم جدا اوصل للمرحله دي والتوقيت ده وانا في التوب فورم. طبعا. وكل الصفوف مكتمله واللعيبه جاهزه طبعا وفنيا وبدنيا على اعلى مستوى. وهو ده 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 دايما الاحتراف في شغل الكوره هو بيبقى كده، الواحد تخطيط. بيبقى حاطط الاجنده قدامه ومتابع الفرق والمنافسين اللي انا هلعب معاهم، وابقى عارف ان انا دي سهل هنا سهل هنا سهل هنا، يعني امتى بقى اوصل للنقطه دي يبقى التخطيط على مستوى بعيد شويه. فانا عشان متابع الدوري المصري ما عندي، ما النادي الاهلي ما عندوش مشكله، ويمكن انا دايما بقول يعني النادي الاهلي لو كل ماتش في الدوري غير 5-6 لعيبه مش هتفرق معاه، وهيأدي بشكل كويس وهيأدي بشكل هايل. ليه؟ لان النادي الاهلي عنده 25-30 لعيب من افضل لعيبه في مصر. بالظبط. الفروقات الفنيه ما بينهم تكاد تكون بسيطه، وده اللي يشجع اي مدير فني ان هو يغير، يعني اشيل ده واحط ده، مش اشيل ده عشان وحش، لا اشيله عشان يريحه، عشان ما يوصلش لمرحله اجهاد او اصابات، لان لعيب الكوره برضه لما بيوصل لمرحله الاجهاد تعرضه للاصابه بيبقى اكتر، يعني ان هو يبقى ان هو ممكن يصاب، تعرضه ان هو يصاب بيبقى اكتر، غير لما دايما يكون اللعيب بتاعي ازاي ان انا احافظ عليه ان هو دايما يكون فريش يعني. طيب هل تتوقع بعد المعسكر الخارجي في الامارات واثناء المنتخب الوطني وعنده اجنده تصفيات افريقيه المؤهله للكاميرون 2021 هيكون نص الفريق في المنتخب الوطني مع المنتخب الاولمبي، فهيتعامل ريني فايلر مع 12-13 لعيب بس من الفريق الاول. بعد ما يتعامل مع ال 12-13 وبعد ما يتعامل مع المعسكر الخارجي، هل تتوقع لما يبدا المسابقه 25 نوفمبر يبدا بقى يستقر على التشكيل الاساسي، ولا مع ضغط المباراة برضه هيكون في روتيشن؟ لا هو يعني نقول ان هو هيوصل يعني هيقدر ان هو يفصص كل لعيب صح. خد بالك اي مدير فني لما بيجي جديد، بالذات الاجانب لما بييجوا جديد على اي فرقه ممكن يتخم في لعيب يعني، او يقول ده اللعيب ده هايل ويطلع، وبعد كده امكانياته نص نص، ممكن يوظف لعيب مش في مكانه يعني يحطه في مكان تاني ويفتكر ان هو هيبقى كويس. فهي الفتره دي هتبقى بالنسبة له مفيدة جدا ان هو ازاي يفصص، يعني بلغة الكرة زي ما احنا بنقول يفصص كل واحد من ناحية امكانيات فنية، من ناحية شخصية، من ناحية سلوكيات، من ناحية التزام، من ناحية تركيز. وبعدين خد بالك لعيب الكرة مش 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 لعبة بس في الملعب، مش امكانيات فنية في الملعب بس، لا انا ممكن يكون عندي لعيب عالي جدا امكانياته فنية عالية جدا، ولكن مخه تفكيره قراراته لما بيتعرض لضغوط ازاي بيبقى عنده ثبات انفعالي، في حاجات كتيره قوي يعني المدير الفني بيحطها قدامه في تقييمه لاي لاعب. فانا شايف ان الوقت دون الوقت التوقف دون الافاده الكبيره جدا بالنسبه لفرقه النادي الاهلي وفايلر المدير الفني، ان هو هيكون فصص كل لعيب بشكل كويس جدا، بحيث ان هو يبقى عارف هيحتاج ده امتى وهيحتاج ده امتى. طيب بعد 2/9 والنهارده بنتكلم داخلين على 2 نوفمبر، يعني بنتكلم في فترة شهرين. شهرين يعني 60 يوم بالنسبه لرينيه فايلر مع الاهلي. شهرين لاي مدرب مع اي فرقه بيقدر يتعرف على نسبه كام في المية من الاداء اللعيبه وافكار اللعيبه وخططهم؟ على حسب عينه. في مدرب يقدر يوصل في شهرين ل 80%، وفي مدرب يوصل ل 30%. حسب عينه يعني انا ممكن اتفرج على لعيب كوره عينه وخبراته، عينه وخبراته بس العين اهم. العين اللي هي ما فيهاش خبرات، الخبرات دي يعني اشتغلت قد ايه. لا العين ان انت لما تبص للعيب هي مش محتاجه، دي موهبه مش محتاجه خبره. يعني مش دي موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى. بمعنى ايه؟ ان انا لما بتفرج على لعيب ابقى عارف
سواء مره او مرتين او ثلاثه ابقى عارف امكانياته هو يقدر يعمل ايه وما يقدرش وما يعملش ايه. دي مش اي مدرب يقدر يوصل لها، وممكن مدرب يوصل لها بعد وقت طويل، وممكن مدرب يوصل لها بعد وقت قليل، دي على حسب بقى العينين والموهبه في الحته دي. ما عشان كده دايما في بره في اوروبا بيقول لك في واحد بيحلل الاداء، محلل الاداء عشان يساعد المدير الفني في الحته دي. يعني يساعده في الحته دي. فانا شايف 60 يوم كفايه، ولكن هل هو عينيه بيقدر ان هو يقيم اللعيبه؟ دي حاجه طبعا يعني هتبان لنا بعدين أكثر. ولكن كل ما الوقت يعدي انت بتضمن ان خلاص يبقى هو كده باذن الله هيوصل للرتوش النهائيه بتاعت كل لعيب، يكون خلاص بقى حفظ بالظبط، هم حفظوه وهو حفظهم بالظبط، لان هي العلاقه لأن دي مهمه بس. مهمه جدا ان اللعيبه كمان تحفظه يعني تنفذ افكاره وتبقى عارفه هو بيفكر في ايه وعايز ايه وينفذوا له اللي في دماغه. وفي نفس الوقت هو برضو لازم يحس باللعيبه، يبقى عارف ما يطلبش منهم حاجات ما يقدروش يعملوها. ما انا ممكن اجي لعيب اطلب منه حاجه امكانياته لا تسمح ان هو ينفذها، فبيبان بشكل مش كويس. ازاي ان هو يطلب من كل واحد ياخد من كل واحد احسن، كل لعيب كوره عنده شويه كويسين وشويه وحشين، مفيش حد كامل. احسن حاجه في الحته بتاعته، في الحاجات اللي هو بيتميز بيها، ازاي ياخدها منه كامله. في مدربين بقى اللي احنا بنقول عليهم مدربين وحشين، تلاقي واحد مثلا لعيب كوره بيشوط كويس جدا، تلاقيه وهو بيشوط مش عارف يشوط. طب ازاي دي ميزته؟ يعني انت فهي الشطاره من اي مدير فني اخد من كل واحد الميزات بتاعته على احسن شكل. على احسن شكل. واحاول ان انا اعالج الامور الضعيفه عنده. طيب المدرب، هل المدرب فلسفة في طريقة اللعب، ولا المدرب شخصية، ولا المدرب تكتيك وناحية فنية مع اللعيبة؟ خد بالك كلمة، انت سألت سؤال يعني ده عايز له كذا حلقة، لان شغلة التدريب دي مش اي حد يشتغلها، وفي نفس الوقت ممكن اي حد يشتغلها. يعني انت على حسب، يعني مش اي حد يشتغلها وممكن اي حد يشتغلها لو الامور هتمشي بشكل علمي وبشكل مظبوط. مش اي حد يشتغل مدرب، انما لو الامور هتمشي مجاملات وعلاقات واللي يقدر يوصل عشان يشتغل يبقى بيشتغل، يبقى كل واحد هيشتغل. المدرب نمره واحد شخصيه، رقم واحد شخصيه طبعا. ازاي شخصيه؟ ان انت تكون شخصيه مقنعه لل 30 لعيب اللي انت بتعامل معاهم، وبالذات لما تكون اللعيبه دي بتلعب في النادي الاهلي، احسن نادي واعظم نادي على مستوى مصر وعلى مستوى افريقيا. هتعامل مع اللعيبه دي ازاي لو انت ما عندكش شخصيه مقنعه؟ وخد بالك النقطه دي، لعيبه الكوره دلوقتي حتى من ايام من زمان، لعيب الكوره لما بيحس ان المدرب بتاعه امكانياته التدريبيه في شغلته اعلى من امكانيات اللعيب، خلي بالك اللعيب بيبقى طوعه، اللعيب ذكي وبيحس، بيبقى بالظبط بيبقى طوع المدرب. يعني لو قلت له نط من 5 دور هيقول لك حاضر، لان هو عرف زي ما انت بتقول هم اذكياء جدا اللعيبه. اول ما اي مدرب بيجي بيتكلم اللعيبه بتعرف، ده بيفهم الله ينور عليك، ولا ايه بقى نبقى على مزاجنا ولا براحتنا. انما لما اللعيب بيحس ان انت قدراتك التدريبيه يعني انت هتفيده وهتطور من مستواه، لا بيبقى زي العجينه في ايدك بتشكله زي ما انت عايز، ايا كان اسم اللعيب. حتى لو كان نجم النجوم، لا بتلاقيه طوعك. ليه؟ لانه هو عارف انه هيستفيد منك. فالمدرب شخصيه. نمره 2 برضو انا من وجهه نظري المدرب موهبه، مش هي التدريب ما بيتعلمش، هو الواحد يثقل نفسه بالدراسه وبالعلم، ولكن لازم الموهبه في الاساس طبعا. زي لعيب الكوره، انت هتيجي لعيب كوره ما عندوش موهبه، هتفضل تشربه الكوره وتصنعه الكوره، هتلاقي ممكن يلعب ولكن عنده ديفوهات. الموهبه هي اللي بتخلي شكل اللعيب او شكل المدرب بيختلف وبتفرقه عن اي حد تاني. فموهبه، شخصيه، علم ودراسه وخبره. وليه فلسفه؟ ما اكيد هيكون ليه فلسفه، يعني لو في الكلام ده كله اكيد ليه فلسفه، كل مدرب ليه فلسفه، ولكن مفيش فلسفه ثابته، مفيش مدرب عنده فلسفه ثابته، هي الفلسفه بتتغير حسب امكانيات الفريق اللي انت بتمسكه. يعني انا ماسك النادي الاهلي بلعب في الدوري المصري، فلسفتي هتبقى دفاعيه؟ لا طبعا، فلسفتي هتبقى هجوميه، لان النادي الاهلي عندي احسن لعيبه، واحسن لعيبه بتروح للجون، واحسن لعيبه بتهاجم، ولكن طموحات. انها مثلا انا بلعب مع فرقه النادي الاهلي اللي هي فلسفتي تكون فيها هجوميه في الدوري المصري، بلعب في الدوري الانجليزي، لا مش هتبقى كده، لازم الفلسفه هتتغير شويه، لان المنافسين هيبقى في شيء اقوى شويه. فهي الفلسفه، مفيش مدرب يقول لك انا عندي فلسفه ثابته، لا، هي الفلسفه بتتغير حسب النادي اللي هو ماسكه، وحسب طموحات النادي اللي انت ماسكه، وحسب امكانيات اللعيبه اللي انت عندك.
طيب هو سؤال كان مهم جدا، لان الناس دايما بسمع حتى ارائها الفنيه في التحليل للمباريات، الاقي مثلا واحد يقول لك فلسفه، واحد يقول لك شخصيه، واحد يقول لك في كلام بتاع التلفزيون وبتاع التحليل ده، معلش يعني ما فيش الكلام ده، الكلام ده مش موجود في الكوره. ويمكن احنا تعودنا على نغمه معينه في الكلام، لا مش مش مش, مش مظبوطه. فلسفه يعني ايه فلسفه؟ لا يعني يجي مدرب مثلا الاسبوع ده يكسب يقول لك عنده فلسفه، الاسبوع الجاي خسر، طب في الفلسفه بتاعت المكسب راحت فين؟ نسيها ولا يعني ايه اللي حصل؟ اللعيبه ما طبقتش. لا لا مش كده، هي الكوره ما فيهاش ثوابت. ما فيهاش ثوابت. لا لا لا. وده ظهر على فكره الفتره الاخيره فعلا في الكوره في العالم بشكل عام. لا وبالنسبه للتدريب الناس برضو، عشان نوصل بس نقول كلام الناس يعني نوصل كلام، لان انا من وجهه نظري اي حد بيطلع يتكلم في الكوره لازم يقول كلام مظبوط، يعني مش اي كلام عشان الناس ما تاخدش، ما في ناس بتقعد تتفرج علينا ما بتبقاش عارفه، عايزه معلومه عشان لا تديها المعلومه المظبوط، لو خدت معلومه غلط بتمشي عليها. لكن بلاش المسميات الكبيره والاسامي لا لا ما فيش الكلام، ما فيش مدرب هيجي يقول لك مثلا رمضان صبحي انت في الدقيقه 30 هتجيب جون، في كده؟ لا طبعا. رمضان صبحي هتشوط في الدقيقه 5، حسين الشحات هتشتت الكوره في الدقيقه 8، لا لا دي كلها قرارات صاحبها لعيب الكوره. المدرب او المدير الفني بيحط الخطوط العريضه بالنسبه للتيم، سواء في النواحي الهجوميه او النواحي الدفاعيه. حضرتك خليني اسالك سؤال مهم جدا في الجزئيه دي. اتفضل. المدرب لما بيحط طريقه اللعب والافكار والخطط مع اللعيبه، المساحه اللي بيسيبها للاعب لكي يبتكر في الملعب بتبقى قد ايه؟ مساحه كبيره المفروض. كبيرة؟ طبعا. انت عارف ايه اللي هيحصل في الماتش عشان تحدده تقول له يعني ما تديلوش مساحه؟ اللي هيحصل في الماتش ده مش معروف، ولكن انت بقى الشطاره في ايه؟ ان انت بتديله الحلول لكل المواقف او لمعظم المواقف اللي هو هيقابلها اثناء المباراه. يعني انا بلعب باك رايت، ايه المواقف اللي انا هقابلها في الماتش؟ سواء دفاعيا او هجوميا. سواء دفاعيا او هجوميا، يعني لو الكوره من ناحيه الباك ليفت، انا بلعب باك رايت. المفروض انا بتعلم ان انا اضم جوه عشان انا الراجل ابقى مغطي، ما بقاش فاتح من الناحيه دي للهجمه من الناحيه الثانيه. طب لو الهجمه من ناحيتي انا، يبقى انا هعمل ايه؟ ان انا هضغط واحاول ان انا احمي الجنب بتاعي، مفيش حد يخترقني ويعدي مني. فانت بتدي له الحلول لكل موقف، حتى في النواحي الهجوميه انت وصلت هتلعب كوره بالعرض، طب انت الكوره انت وصلت جوه يعني ناحيه خط الكورنر ولا دخلت بيها جوه ال 18؟ دي ليها كلام ودي ليها كلام، انت بتدي له كل الحلول في كل المواقف اللي هو ممكن يقابلها. هو بقى عنده حريه اختيار القرار واختيار حسب اللي هيشوف في الماتش في الملعب نفسه. بالظبط. بس انت عديت معاه على في التمرين، ما عشان كده الوحدات التدريبيه في منتهى الاهميه. انا بقيم اي مدرب اروح اتفرج على التمرين. بس تمرينه واحده. يعني بعرف مثلا في ماتش بعد 3 ايام، اروح اتفرج على المدرب قبليها ب3 ايام وعارف ان في ماتش. بس احكم عليه، يعني اللي بيحصل في الملعب انا احكم عليه على طول. فانت الشطاره ازاي، والكلام ده طبعا عايز وقت وعايز شغل وعايز تعب، وفي مديرين فنيين بتنزل الملعب، المدرب العام هو اللي بيقوم بكل شيء، بتاع الاحمال بيشتغل، وبعدين مدرب عام، وبعدين هو يعمل تقسيمه ويقف وبس. لا الكلام ده مش موجود في اي حته في الدنيا غير عندنا احنا. في طبعا مش معنى كده ما بعممش ان كل الناس، ولكن المدير الفني الشاطر اللي بيعرف يعني ايه شغله التدريب، زي ما بقول لك كل واحد في الملعب حسب مركزه بتديله الحلول لكل موقف هو ممكن يتعرض له اثناء المباراه. حضرتك اللي قلته ده انا شفته في تدريب الاهلي، احنا النهارده الخميس. ايوه. شفته في تدريب الاهلي يوم الاحد اللي فات او الاثنين اللي فات. في التوقيت ده كان الجهاز الفني زود الراحه للدوليين حوالي 2 3 ايام. ايوه. عشان الدوليين بعد ما يرجعوا من الامارات هيخشوا معسكر المنتخب. لكن اللعيبه اللي مش الدوليه مش هتخش المنتخب، بعد ما يرجعوا من الامارات هياخد 2 3 ايام اجازه. فكان بيظبط المعدل الزمني بتاع الراحه والشغل ما بين الدوليين وغير الدوليين. فكان الدوليين غايبين، فبنتكلم في حوالي عدد كبير، بنتكلم في 10 12 لاعب مع الدوليين كمان اللي هم مسافرين في بلادهم اجازه، فبنتكلم في عدد كبير. ما كانش متبقي في التمرين غير حوالي 8 9 لعيبه. انا لقيت ريني فايلر كان شغال مع الثمانيه كل واحد لوحده. يعني حضرتك ذكرته ده انا فعلا شفته بعيني في تمرين الاهلي يوم الاحد اللي فات، اشتغل مع الثمانيه لدرجه حتى كان بيتكلم معاهم في طريقه الباس، في طريقه التحرك. وانت كمان بتعمل باك او بتعمل بلوك على المدافع او بلوك على المهاجم، التحرك يبقى ازاي؟ شغل تخصصي بنسبه كبيره جدا، وكان قايم بده بنفسه. انا ساعات بتفرج، يعني ده يبقى انا اتفرجت عليه بقى، هو مدرب كويس وفاهم. وبعدين يعني قليل جدا لما هتجيب حد اجنبي وتلاقيه ما مش عارف، لا هم لان هم بيبقوا فاهمين كويس جدا.
انا بقى اسمع ساعات في اي برامج رياضيه يقول لك هو في لعيب عنده 24 سنه اتعلمه. اعلمه ما علموش ليه؟ ايوه لا ما هو اللي بيقول كده عشان ما حدش بيشتغل، عشان يبقى خلاص دي لعيبه كبيره مش هتقف انت تقول لها خش وباصي وقف كده واعمل بلوك كده ولما هتهق. لا مانويل جوزيه كان بيعلم عدد من ده 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 كان ده ليه التدريب. شغل تخصصي مع ابو تريكه تحديدا انا فاكر الكلام ده في 2006 2007 بعد التمرين بيقعد معاه نص ساعه على التسديد على الكرات الثابته وبيعلمه ازاي يسدد وازاي هو شوط. ده التمرين وهو ده الشغل. عشان كده قلت اللي هيشتغل كده هيبقى صعب جدا اي حد يشتغل مدرب غير المدرب غير اللي شغلته مدرب كوتش. طبعا شغلته هيعرف يشتغل، انما اللي هيشتغل زي ما قلت لك تقسيمه وبتاع والدنيا وكرشه قد كده قدامه وبتاع لا لا مش ما ينفعش طبعا. طيب عايز اخد راي حضرتك برضو في فكره ال لا تاجيلات نهائيه في الدوري الفتره اللي جايه دي نقطه مهمه جدا بعد السنه في الدوري ب 25 نوفمبر، يعني التأجيلات هتبقى متوقفة على الأجندة الدولية اللي محطوطة. اوكي. في معسكر للمنتخب معروف ميعاده من إمتى لإمتى. تضمن إن الدوري يستمر بنفس الشكل ده ولا التأجيلات دي ممكن تؤرقك إن الدوري ممكن يكون مستوى الفني كده هيهبط لمستوى أقل إذا حصل تأجيلات تاني؟ لا المفروض اللجنة الخماسية بتاعة اتحاد الكورة اللي جت قالت مفيش تأجيلات والدوري هيمشي أنا زي ما قلت لك التأجيل اللي إحنا موجودين فيه عشان المنتخب الأولمبي ده اضطراري ومقبول. ولكن أي حاجة بعد كده لا مش مقبولة طبعا، يعني أي حاجة بعد كده مش مقبولة، يعني لو احنا عايزين نحافظ على مستوى المسابقة ومستوى الأندية ومستوى اللعيبة لأن احنا يعني لازم نحس إن الفترة اللي فاتت احنا كان ترتيبنا في تصنيف الفيفا على قد كنا جينا وقت كنا التاسع أو ال 12 التاسع على العالم بالظبط كنا بعيد جدا احنا سادس إفريقيا كويس يبقى احنا لازم نعرف احنا وصلنا لفين احنا واصلين لفين دلوقتي لا واصلين لمرحله مش كويسه مش كويسه يبقى خالص. لازم كل واحد في موقع مسؤوليه يعمل كل حاجه يقدر يساعد في ارتفاع المسابقه لان ارتفاع مستوى المسابقه هيؤدي ارتفاع مستوى اللعيبه عشان نفسي الاقي منتخب مصر في من الانديه الثانيه الكتير يعني تلاقي عندك بدل ما انت مش لاقي باك ليفت ولا مش لاقي راس حربه ولا مش لاقي. طب دي مشكله حاسس ان في مراكز في الكره المصريه فيها ازمه طبعا طبعا وده بيبين لك القصور اللي يعني اي حد بيشتغل في الكوره لازم يقف عند المشاكل دي طب زي ايه خالد؟ راس حربه ما عندكش راس حربه بمنطلق راس حربه على نفس القياس اسامي الكبيره اللي كانت طبعا حسام حسن عماد بتعب عمرو زكي احمد حسام ميدو مفيش عبد الحليم علي الستايل ده مش موجود انت الستايل ده او المستوى ده مش موجود عندك خالص فلازم تشتغل كل الانديه تشتغل ازاي يبقى في روس حربه تساعد منتخب مصر كان ليه سبب لده ها في سبب لده طبعا القصور ده في سبب طبعا يعني انت تعالى من تحت بقى على مستوى الناشئين يعني بدل ما نوصل من فوق لا ننزل من تحت شويه طبعا القصور من تحت وهي مشكله الكره في المصريه من تحت يعني انت يا المشكله مش من فوق انت دايما تيجي تشوف اللي تحت ايه اللي تحت لا الدنيا برضو مش ماشيه باسلوب مظبوط يعني طب هل ده له علاقه بفكر ان في خطط فنيه الناس بتتفرج على المدربين في اوروبا مثلا زي جوارديولا يعني جوارديولا من المدربين اللي بيعتمدش على راس حربه صريح او راس حربه هجام كده على المرمى لا دايما بيعتمد على المهاجم الوهمي او طريقه لعب نص الملعب هي اللي بتبقى بتنفذ الشق الهجومي في ناس في مصر حبت الشكل ده في طبقته فبالتالي ما بقاش عندك راس الحربه اللي هو اللي كان بنفس المواصفات حبوا الناس دي يعني حبوا النظام ده ليه جوارديولا لما يعمل كده يلعب من غير راس حربه وراس حربه وهمي لان اي حد هيجي في المكان ده عنده مواصفات بتاع المركز بتاع راس الحرب كواليتي اللي هي عنده كده السرعه الاختراق الترقيص انت هنا بتيجي تقول كده وانت ما عندكش لعيبه طب ازاي يعني يعني اجي اقول انا مش هلعب براس حربه والعب براس حربه ما هو دي الفلسفه بقى وده اللي هو الايه الفلسفه يقول لك انا ما بلعب بشادو سترايكر طب الشادو سترايكر اللي انت بتلعب فيه ده مش قادر يجري هيبقى راس حربه ازاي كل مركز وبعدين المشكله اللي دايما احنا بنقع فيها مراكز الملعب من ناحيه من بدءا من حارس المرمى لغايه راس الحرب كل مركز ليه مميزات عشان حتى نسهل على الناس نوظف اللعيبه صح ازاي كل واحد في مركزه ما احنا مالناش دعوه باسامي اللعيبه احنا لينا دعوه بالمراكز باك رايت الباك رايت ده يعني سمات او مميزات او الحاجات اللي المفروض تكون الاساسيه اللي عند الباك رايت ايه نمره واحد سرعه التغطيه العكسيه قبل التغطيه نمره واحد سرعه يعني لو لقيت لعيب بطيء ما اقولش العبه باك رايت يبقى انا راجل ما فهمش ما انا بظلمه نمره واحد سرعه
نمرة اتنين صعب ان انت ترقصه في واحد ضد واحد. نمرة تلاتة قوي من ناحية قوته الجسمانية. نمرة اربعة بيلعب بدماغه كويس عشان لما الكرة تكون من الناحية العكسية وترفع اوفر عنده يقدر يطلع يلعب بدماغه. تمام يكون مخه بيعرف يفكر بحيث ان هو لما الكوره ما تكونش من ناحيته ازاي بيضم، لما الكوره تكون من الناحيه العكسيه ازاي يضم جوه عشان يغطي، ازاي يقابل في مواجهه اي حد هيجي له، ازاي يقفل جوه ويفتح له بره عشان يمشي. كل الكلام ده لازم يكون موجود في الباك رايت زائد الباك ليفت. فانت لو ما فيش المميزات دي وتيجي تلعب لعيب ما عندوش اي حاجه من الحاجات دي وتلعبه في الحته دي هتلاقيه مش كويس بالذات بقى، وهيبان على المستويات الدوليه لما تيجي تلعب على المستوى الدولي هتلاقيه المستوى الاكبر او المستويات الدوليه هتلاقي اي حد من المنافسين هتلاقيه بيتفوق عليه يخترق الجبهه دي. فهي المشكله توظيف اللعيبه والحاجات اللي المفروض تكون موجوده في كل مركز عشان نقدر مثلا المساك يكون بيلعب بدماغه كويس، ما بيترقص على الارض كويس، ما بيتزحلقش على الارض كتير، ما بيعملش تاكلين كتير عشان ما يعملش باللينات. يعني كل مركز حتى الفراوده الراجل صانع الالعاب يكون مثلا صانع الالعاب يكون عنده فيجن، عنده مساحه رؤيه كبيره فيقدر يشاف الملعب كله فيقدر يلعب الكره فين في الحته الفاضيه، العب لده ولا ما العبش لده. فكده تقدر توظف اللعيبه بشكل كويس، بس اللي يعرف يعمل الكلام ده يعني بالظبط. طيب بخلاف مركز راس الحربه ايه المراكز التانيه اللي ممكن تكون فيها تقصير بسيط؟ الباك ليفت ظهير الايسر وراس الحربه المساكين، عايزين مساكين تاني. في ناس كويسه، انت راس الحربه يمكن بنسبه 20% عندك ناس بس، الظهير الايسر لا بنسبه كبيره ما عندكش حد. المساكين عندك ناس بس عايز برضو يزيدوا بشكل اقوى شويه او بيتعرضوا كبيره بيتعرضوا لاصابات وبيبعدوا وبيرجعوا بالظبط. في الثبات مفيش غير احمد حجازي بالظبط. لعيبه الوسط المدافعين برضو عايز يزيدوا، لعيبه الوسط صناع اللعب برضو عايز يزيدوا. ده كان الله في عون حسام البدري. ها ده كان الله في عون حسام البدري كده. لا حسام يعني في وضع لا يحسد عليه، لان احنا فرقتنا مستواها فنيا يعني نقدر نقول مقبول، تراجع كثيرا الفتره الاخيره. يعني هي محتاجه بقى تفصيل، يعني حسام لازم يقعد يفصل. حسام هيمشي في الوقت ده غير الفتره بتاعت النادي الاهلي. النادي الاهلي كان فيه لعيبه ما يختلفش عليها اثنين، انت بتجيب ابو تريكه بتحطه، بتجيب بركات بتحطه، وبتجيب فلان صح. انت لا في المرحله دي لا محتاجه شغل كتير طبعا. شغل كتير وابتكار، محتاجه ابتكار كتير. طيب من خلال مراجعتك للدوري المصري ايه اكتر فريق لفت انتباهك او اكتر لاعب لفت انتباهك في بدايه المسابقه، سواء في الانديه اللي صعدت او الانديه المتبقيه من المسابقه من الموسم الماضي بشكل عام في الدوري الاسابيع اللي اتلعبت الاربع خمس اسابيع اللي اتلعبت؟ لا انا رمضان صبحي في طفره في ادائه، انا سعيد بيه جدا لان هو واضح ان هو في نضج بشكل كويس في التنوع في الاداء بتاعه جوه الملعب. يعني ده اللي بسطني، يعني رمضان الاول كان وان واي من على الخط ويفوت معروف تحركه، لا ابتدى بيخش لجوه دلوقتي، ابتدى يبقى زي يستلم كويس وباصي كويس كمان. فدي حاجه جميله جدا، ودي حاجة اللي أسعدتني جدا، ومن الحاجات اللي أنا لاحظت فيها تطور في المستوى الفردي بالنسبة لرمضان بشكل كبير جدا. وده يرجع برضو للمدير الفني أكيد إن هو اتكلم معاه وإن هو وجهه واداله الحلول في التحرك، ما هي دي الحلول اللي أنا كنت بكلمك عليها. أيوة. إزاي المدير الفني يدي اللعيب الحلول. طيب فرقة بقى، فرقة لفتت انتباهك أو فرقة ظهرت بشكل ما كنتش تتوقعه أو شايفها بدأت الدوري بشكل كويس؟ لا النادي الأهلي. هو النادي الاهلي استثناء. لا مفيش حد، لا الباقي كله زي بعض. الباقي كله زي بعض بدون تعصب ان انا اهلاوي او لا انا بكلمك فنيات. بكلمك من واحد يعني يمكن انا بفهم شويه في الفنيات، يعني اعتزم ان انا بفهم شويه في الفنيات. لا بالعكس، النادي الاهلي في حته تانية، الباقي كله زي بعض. في لعيبه ما بتعرفش تقف لغايه دلوقتي، تتفرج في الدوري المصري انا في ماتشات بتفرج عليها في لعيبه ما بتعرفش تقف. يعني بابا نفسي اوقف الناس واقفه كلها غلط يعني، وفي لعيبه في مرض، انا اقول لك على مرض يمكن الكلام ده انا اول مره اقوله. في لعيبه انت بتحكم عليها ان هي كويسه جدا هايل، في لعيبه بتجري ورا الكوره، ودي بقى مشكله المشاكل. بتجري ورا الكوره؟ بتجري ورا الكوره. بمعنى انا بلعب هاف باك ديفندر. اه انا مسؤول ان انا دايما اكون في مكاني، يعني ان انا اطلع من نص الملعب
سواء في الناحية الهجومية ببقى ورا الفراودة، في الناحية الدفاعية ببقى قدام السردباكين. لو أنا هاف باك ديفندر طلعت بره سبت المكان ده وطلعت بره في الحتة دي مشكلة المشاكل. في لعيبة تلات أربع مصر بتقول عليها لعيبة كويسة جدا وهايلين بالذات في المكان ده، أنا بتكلم في المكان ده بس طبعا مش هقول أسامي حتى، أكيد. بيجري ورا الكورة ودي دي مصيبة يعني، دي في 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 اللي يعرفها هو طبيعي انه يتحرك بدون كوره. انا مسؤول لا في النواحي الدفاعيه، انا مسؤول ان انا اراقب المساحه اللي بلعب فيها، المكان اللي انا بلعب فيه تمام، واي حد يجي في المكان ده. انت تخيل حضرتك مثلا في الجيش واحد عسكري فوق تبه ساب التبه ونزل مشي راح في حته تانيه وهو ماسك برضه البندقيه، مشكله المشاكل. انا مكاني هنا سواء في كوره او مفيش كوره، مش معنى ان الكوره بتتحرك يبقى انا اطلع بره البوزيشن بتاعي. تلات ارباع لعيبه مصر فيها العيب ده، ده خطا تكتيكي كبير. كل لما الكوره بتتحرك تلاقي المشاكل بتزيد سواء في الديفنس او في نص الملعب، يعني حتى اللي واقف يعني انت الفرقه المنافسه بتنقل تلاقي الفرقه واقفه كويس، لو نقلت كوره تانية تلاقي واحد طلع بره او البوزيشن بتاعه وقف غلط سرح، بتلاقي بعد كده لو انت هتقعد تنقل تلاقي اتنين تلاته، فانت سهل ان انت تضربه تخترقهم من المساحات اللي هي اكيد. فاو الف به كوره ازاي كل لعيب في مكانه ما يسيبش المكان بتاعه. انا باك رايت ما سيبش الباك رايت، انا اضم جوه بس لما تكون الهجمه تكون الناحيه الثانيه، انما لو انا باك رايت بحمي اول وظيفه ليا ان انا احمي الجنب اللي انا بلعب فيه. اساسيات اللعب، اساسيات الكلام ده كله لو من الصغر بيتقال واللعيب بيطلع بينشا عليه وبيتمرن عليه بتبقى الامور سهله جدا. لما بيجي الكلام ده موجود في الدوري، ها الطبيعي ان الكلام ده ما يكونش موجود في الدوري. انت بتتكلم انت وصلت لمرحله ان الدوري ده بيلعب فيه احسن لعيبه في دوري محترفين وكلهم محترفين وكلهم محترفين، فخلاص المفروض كله مؤهل للكلام اللي احنا بنقوله ده. لا لا لا، النادي الاهلي في حته تانية خالص، بالذات في الحته دي، في حته التمركز وحته ان اللعيبه حافظه المناطق اللي هي بتتحرك فيها وهي بتهاجم وهي بتدافع. النادي الاهلي في حته تانية خالص، وهو ده اللي فارقه عن اي فرقه داخل الدوري المصري، وده على مدار التاريخ وعلى مدار السنين بالظبط كده. عشان كده في الاخر نتائج البطولات وارقام البطولات بالظبط كده. لا يعني مثلا المساكي دايما تقول المساك لما كره بالعرض لعب ما تبصش على الكوره بس، انت شوف راس الحربه اللي انت ماسك، راس الحربه الاساس، لان هو مين يا حتى لو ما شفتش الكوره يعني، بس الاساس ان انا ابقى شايف راس الحربه وحاطه قدامي ان هو يتحرك للكوره، لان هي الكوره هتجيله، فلما تجيله ابقى انا واقف مظبوط. ان انا بصيت على الكوره وهو سرقني دي مشكله كبيره، طيب هيخطفني في هدف على الاقل. فدي عشان كده فايلر زي ما انت بتقول الاسبوع اللي بيقعد يتكلم مع اللعيبه كتير جدا في هذا الكلام اكيد. وزي ما قلت لك دي لعيبه النادي الاهلي بتتميز عن لعيبه مصر بشكل كبير جدا في الحته دي. طيب فرصه انا معاك يا كابتن خالد، وواضح حضرتك حتى لما بتتكلم بعامل نفسي مهم جدا، نبره صوتك فيها عامل نفسي مهم في الحديث حتى. فواحد زي محمد محمود لاعب النادي الاهلي في توقيت زي ده، ممكن بخبراتك كمدير فني او ككوتش او كنجم كبير في النادي الاهلي، ايه الرسائل او ايه الكلام اللي ممكن يتوجه له؟ لعيب جاله رباط صليبي في اول مباراه في اول دقائق نزل فيها مع النادي الاهلي، تغاب فتره حوالي 9 شهور، الموسم كله بالنسبه له انتهى. بعدها بفتره في تدريبات بعد مباراه وديه ولسه ما نزلش اي مباراه رسميه، جاله صليبي في رجليه الثانيه. يعني لعيب الكوره في التوقيت ده بيحس بايه، او ايه الكلام او الرساله ممكن تقولها له؟ محمد من اللعيبه الكويسين جدا، ولعيب موهوب ولعيب عنده تالنت ولعيب بالمستقبل باذن الله قدامه كتير باذن الله. ساعات لعيب الكوره بيقابله حظ وحش بالذات لما بينتقل لنادي بقيمه النادي الاهلي، فمحمد يمكن اتنقى عليه شويه زياده يعني، خد عين راح النادي الاهلي وبتاع. المطلوب من محمد دلوقتي الكلمه اللي انا اقولها له ان نمره واحد لازم يرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، يعني ما يزعلش ان جاله صليبي قبل كده وبعدين جالي صليبي، لا لا لا، هو يرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. نمرة اتنين بعد كده ما يستعجلش بإذن الله لما يخف، ما يستعجلش في رجوعه للملعب. نمرة تلاتة لازم يهتم بتقويات عضلات جسمه بشكل كويس، جسمه يبقى شايله بشكل كويس جدا جدا جدا. بمعنى ايه؟ يعني العضلة الأمامية تبقى عضلة أمامية تبقى باينة، العضلة الخلفية تبقى قوية، العضلات اللي جوه لازم تبقى قوية، لأن كل الكلام ده بيشيل مع الركب، فبيقلل بيقلل الاصابه بالذات في الركب. انت لو عضلاتك شايلاك، ولعيب الكوره دلوقتي ايه؟ سرعه وقوه. قوه يعني لازم اخلي كل عضلاتي شايلاني ودايما بشتغل عليها بشكل كويس ان هي تكون شايلاني وحامياني.
فربنا بإذن الله يرجعه بالسلامة ويشفيه، زي ما بقول له يكون راضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، ما يستعجلش في الرجوع، يهتم بالتقويات بعد كده بالنسبة لعضلات جسمه كلها، كتافه ودراعاته، لأن دايما أي لعيب بيجي من خارج النادي الأهلي المخزون التدريبي ما بقاش عنده مخزون تدريبي بشكل من ناحية الأحمال ومن ناحية الكلام ده زي النادي الأهلي، فبيبقى قليل، فبيبقى عرضة أكبر أنه هو يصاب. لما بقى بيشتغل كل يوم وبيشتغل بالجهد الكبير اللي بيتبذل بالريتم السريع اللي بيتلعب بيه، خلي بالك ما أنا ممكن ألعب كورة ألعب برتم ما أنهكش ما أتعبش، إنما لو بلعب برتم سريع هو ده رتم النادي الأهلي، رتم مكان غير مكان، إيقاع اللعب في مكان غير إيقاع طبعا، وهو ده اللي بيفرق النادي الأهلي عن أي نادي برضو تاني في مصر، رتم اللعب، الريتم الأسرع، الريتم اللي بسرعة. فأي لعيب بيجي من بره النادي الأهلي ما كنتش متعود على هذا الكلام، بتبقى نسبة تعرضه للإصابة بتبقى كبير. فربنا بإذن الله يشفيه ويرجعه بالسلامة بإذن الله. سبق في جيلكم حصل ده مع أي لاعب انضم جديد وكان عرضة للإصابات؟ آه طبعا. تتذكر وقتها كان أبرز النجوم أو كان مين مثلا حصل معاه موقف زي ده؟ لا هو مش مع كل المدربين، يعني احنا يمكن انا اتمرنت مع مدربين كتير جدا يعني سواء مصريين او اجانب في النادي الاهلي، مش مع كل المدربين. هي الحته دي ان زي في علم التدريب، علم التدريب بقى النواحي البدنيه دي علم ما فيهاش ابتكارات، ما فيهاش بقى اراء واحد يطلع يقول مش عارف ايه، لا لا لا، ده علم، ده علم ودراسه، اللي درسه وعارفه بيتكلم فيه بشكل كويس. في علم التدريب في حاجه اسمها فروقات فرديه، يعني محمد غير خالد غير اي حد. فالمدرب الشاطر اللي بيبقى واخد باله من الحته دي حتى تلاقي الاحمال التدريبيه بتختلف من واحد لواحد او صح. من مجموعه لمجموعه، من معد بدني لمعد بدني اخر بالظبط. وعشان كده انا قصه المعد البدني دي اخطر حاجه. المدير الفني لازم يكون عارف كل حاجه، يكون دارس كل حاجه، علم كل ده. ليه؟ عشان لو جاب معد بدني المعد البدني بيشتغل يبقى هو شايف ان هو بيشتغل صح، لان انا ممكن اجيب معد بدني الفرقة كلها تعور، الفرقة مش قادرة تمشي، الفرقة تقيلة. يعني مثلا هقول لك حاجة، لو جبت معد بدني وانا ما بفهمش، انا راجل مدير فني وفي علم التدريب اللي احنا بنقول عليه علم ما فيهوش ابتكارات، التحمل مثلا، لو المعد البدني ده جه قبل الماتش بثلاث ايام، التحمل، قدرة التحمل عشان لعيب الكرة يتمرن تديله تدريبات فيها تحمل بيستعيد شفاء بعد 72 ساعة، ده علم مش رأيي ولا أنا يعني 72 ساعة. معنى الكلام ده إيه؟ إن أنا لو مثلا الماتش يوم الجمعة، لو جيت يوم الأربعاء اللي هو فاضل 48 ساعة على الماتش والمعد البدني اللي موجود معايا اللي بيشتغل واسمه معد بدني واشتغل في تحملات سرعة بالنسبة للعيبة، يبقى وأنت مغمض كده هتلاقي الفرقة يوم الجمعة الفرقة رجليها أكنها فيها رمل مش قادرة تجري، ده علم. فلو المدير الفني مش فاهم الكلام ده، مش شرط ان انا مش شطاره ان انا اجيب معد بدني عشان انا ما بعرفش، لا لازم اعرف واجيب معد بدني عشان اطمن ان الشغل البدني كله في النادي الاهلي جه في وقت في لعيبه كتيره جدا كانت بتتعور. انا كنت عارف السبب، يعني السبب انا كنت عارفه من سنه تقريبا حاجه كده، موجود في التيم. لا لا السنه اللي فاتت دي كان في نسبه اصابات كتيره جدا. فلازم اي مدير فني يكون موجود معاه معد بدني، لازم هو يكون فاهم، والمعد البدني يشتغل من خلاله مش من دماغه، يشتغل من خلال البرنامج اللي المدير الفني هيحطه. بالظبط كده، النهارده في شغل تخصصي، بكره عايز ارفع الناحيه البدنيه. بالظبط، لان انت بتيجي مع المعد البدني بتقول له انت قدامك 25 دقيقه، قدامك 20 دقيقه، قدامك 30 دقيقه، وهتشتغل كذا وكذا وكذا. اختيار التدريبات والوحده هو يعملها، بس هو الهدف انت بتحطه له، الهدف انت بتحطه له كمدير فني. امال هو برنامج تدريبي يعني ايه؟ يعني يقول لك البرامج التدريبيه والمدير الفني، ده لكل واحد. الوحدة التدريبية بتعمل لها برنامج، بيبقى فيه قاعدة مع الجهاز قبل التمرين، انت هتشتغل كذا، انت هتشتغل كذا، انت هتشتغل سواء معد بدني، سواء مدرب عام، سواء مدرب مساعد، حتى مدرب الحراس. المدير الفني بيجي بيقول انا عايز الحراس بعد 20 دقيقة، بعد نص ساعة، بعد ساعة الا ربع. مدرب الاجوان بيحط البرنامج بتاعه على المدة اللي بيسيبها له المدير الفني. كرة فيها تفاصيل كتير قوي قوي قوي. طبعا مش فكرة تغيير او طريقة لعب، لا لا لا. وبعدين نغمة يقول لك لا الكوتش دون هو اللي يقف على ساعة الماتش ويغير طب دي كانت تبقى شغلانة سهلة جدا. يعني لو المدير الفني هي شغلته ان هو ساعة الماتش يقعد يتفرج ويغير، دي شغلانة. طب ما الناس بتبقى في التلفزيون بتغير احسن تغيير وتحلل لك الماتش وتقول احسن كلام. انا بشوف الدوري الانجليزي دايما في مساعد جنب كل كوتش، دايما ماسك ورقة وقلم او ماسك سبورة وفي هيدفون مع حد سكاوتنج موجود في فوق في المدرج.
وفي كوميونيكيشن اتصال طبعا عشان فكره في اداء التفاصيل في أداء التفاصيل الصغيره نفسها. طبعا امبارح انا اتفرجت على ليفربول والارسنال وليفربول مريح كلوب مريح كل الفرق اولاد صغيرين بيلعبوا ما فيش غير اربعه اوريجي ونابي كيتا وميلنر وشامبرلين. شوف الفرقتين بيلعبوا ازاي، شوف رتم اللعب وشوف الكوره غير الكوره اللي احنا بنتفرج عليها حاجه تانية. ما يعني معلش هو يمكن انا كلامي ما يبقى دمه تقيل شويه بس هي دي حقيقه عشان احنا لو عرفنا هذا الكلام هنعرف ازاي نطور من كره القدم اللي عندنا. لو قلنا احنا عندنا هايلين وكله تمام مش هنتقدم خطوه واحده، مش هنتقدم بالعكس بنرجع لورا. فانا امبارح مش عايز الماتش يخلص 5-5 في ماتش كوره 5-5. لا والغريب في حاجه ثانيه انت بتتكلم كمان، في حاجه غريبه انا متوقع قبل الماتش ليفربول وارسنال ايا كانت المباراه حتى لو في كاس الرابطه وكاس الرابطه بالنسبه لهم مش هو التارجت زي الدوري، بس ليفربول وارسنال قلت هينزلوا بالفول تيم. اتاري لا الجهاز الفني ايا كانت المنافس مين قدامي، لا انا ليا هدف معين وعندي مباراه بعد كام يوم مع فرقه تانية، لا العب بالتيم التاني، العب بالصف التاني. بالظبط، والصف التاني ده هو مؤهله. يعني شوف كلوب امبارح عظمته في تشجيع اللعيبه الصغيرين ازاي، يعني شوف بيقعد يسقف ازاي، بعد الماتش بينزل بيحضن كل لعيب ازاي وبيشكره ازاي. لا حاجه، فالكلام ده مش من فراغ، مش حكايه مدير الفني يقف على الخط يغير ويعمل، لا مش 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 كده. احسن مدير في احسن مدير فني في العالم طبعا حاليا. كان ماني عملوا معاه حديث قالوا له رايك في كلوب ايه، قال لهم لا من الشخصيات اللي مش هتتكرر تاني على مستوى العالم. اكيد اكيد. كابتن خالد جدالله نورتني وشرفتني، وعلى الاقل بصراحه على المستوى الشخصي مبسوط جدا بهذه الحلقه. الله يخليك، لان حضرتك اتكلمت في تفاصيل مهمه جدا وانا على المستوى الشخصي استفدت بيها كتير جدا. الله يخليك يا محمد، انا سعيد كنت معاك. وكل سنه وانت طيب ودايما كده في احسن صحه وحال يا رب. الله يخليك يا سيدي، شكرا. شكرا جزيلا. فقره فنيه كانت فيها تفاصيل صغيره لكن بالطبع لها علاقه بالنتائج اللي بتحصل في مباريات كره القدم. اتكلم كابتن خالد جدالله في تفاصيل مهمه بالنسبه للمرحله الجايه بالنسبه للنادي الاهلي في المشوار المحلي، المشوار الافريقي، معسكر الامارات، كيف يستفيد به الجهاز الفني لكي يعود بالنفع على اللاعبين بعد العوده من هذه الفتره التوقف واستئناف المسابقه ان شاء الله يوم 25 نوفمبر. الى هنا تنتهي الفقره على المستوى الشخصي بالنسبه لي مع حضراتكم. بعد الفاصل كابتن عبد الحميد حسن ميدو وفي استضافته الكابتن او الناقد الرياضي الاستاذ ابراهيم داوود. شكرا لحضراتكم والتقي على خير بكم باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليل. مشاهدينا زينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم واهلا بحضراتكم في الفقره الثانيه من الاهلي الليله. هيكون معايا النجم الاستاذ ابراهيم داوود مدير تحرير الكره والملاعب والناقد الرياضي الكبير. برحب بحضرتك ومنور الدنيا. انا اللي برحب بيك يا كابتن ميدو، وسعيد ان انا بلتقي بيك لاول مره على شاشه قناه الاهلي. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. انا استاذن بس حضرتك هتكلم في نقطتين بسرعه جدا جدا، يعني برجاوي دايما مسربعني كده استاذ ابراهيم، شايف يلا هوا نطلع هوا حتى ما بنلحقش نركب الايربيز، بس ماشي برجاوي مخرج كبير وحبيبي. عموما امبارح كان عيد نادي الاسطوره، كل المواقع الكبيره وكل الاتحادات الكبيره باركت الاسطوره على عيد ميلاده، الاتحاد الدولي، الاتحاد الافريقي، وده الطبيعي، ده الطبيعي لما بقى في حد بحجم الكابتن محمود الخطيب، وكان مارادونا طبعا عيد ميلاده امبارح، فكانت التهاني من كل الجهات بصراحه ومن اكبر الجهات كمان. في الحقيقه مش عارف احنا كاتحاد مصري ليه، يعني لما يكون عندنا حد بحجم الاسطوره محمود الخطيب، والراجل مش اهلي بس، الراجل عمل لمصر كتير جدا جدا، وكان من الاسباب الرئيسيه في ازدياد الشعبيه للعبه الاولى في العالم كله في مصر الكابتن محمود الخطيب. فانا مش عارف ايه السبب، هل احنا بنبقى حاملين هم ان احنا ننتقد تاني؟ اعتقد ان انت عندك من الاسباب او المبررات مليون مبرر ومليون سبب ان انت تقول لا الكابتن محمود الخطيب مختلف، مع احترامنا الكامل الكامل لكل رؤساء الأندية المحترمين فقط، لكن بصرف النظر عن كده بصراحة لا، يعني عندنا قامات كبيرة جدا
احنا عندنا بدل اسطوره كتير، فلازم احنا كاتحاد مصري نبارك ونكون من اوائل الناس المباركين لهؤلاء الاساطير في مصر. النقطة الثانية هتكلم مع حضراتكم برضو عليها بسرعة جدا، كنت بتكلم امبارح مع النجم تامر بجاتو في ان احنا ازاي نرجع الكورة ونرجع شبابنا يلعبوا كورة ونوفر لهم الأماكن. فبالمناسبة النهاردة وأنا جاي، يعني ناس كتير من منشأة الكردي أو بالبلدي بقى منشية الكردي في طنطا بيشتكوا ان هم عندهم مركز شباب، الميه الجوفيه او المجاري انا اسف يعني بقى بتطلع في الملعب وبيشيلوها هم. هعرض على حضراتكم الصوره حالا دلوقتي هتشوفوها على الشاشه. يعني احنا بنقول او زي ما حضراتكم شايفين الشباب نفسهم يلعبوا كوره، فهم بدل ما يلعبوا كوره بيشيلوا الميه زي ما حضراتكم شايفين كده من الملعب. والمشكله الكبيره كمان ان هو في مشكله بينهم وبين اعتقد الوحده الصحيه اللي جنبهم، لا الارض دي بتاعتنا، لا ده مركز شباب يا جماعه، البلد او القريه اللي احنا عايشين فيها عايزين متنفس للشباب علشان الشباب يمارس رياضه معينه او يلعب كوره او ايا كان بقى. ما الملعب ده بنلعب فيه، انتوا عارفين عندنا في البلاد بنلعب فيه كوره وبنلعب فيه كاراتيه وبنلعب فيه طايره وبنلعب فيه كل حاجه، هو ده المتنفس الوحيد بالنسبه للقريه. فاعتقد ان طالما المكان مخصص او المكان كبير للوحده فيعني لازم سياده الوزير وزير الشباب والرياضه يتدخل في الموضوع ده ويحل الموضوع ده، لان ده متنفس للشباب اللي احنا بنحافظ عليهم وعايزين يبقى ليهم متنفس احسن ما يروحوا في اماكن تانية. كل التحايا والتقدير لوزير الشباب قايم يعني بدوره اكبر كمان، لكن معلش نتحمل كمان. منور الدنيا يا استاذ ابراهيم واهلا بيك مره ثانيه. هاجي معاك في التعليق على الخبر الثاني اللي هو موضوع مركز الشباب ده. الحقيقه ان دي ظاهره عامه موجوده في الدلتا بشكل عام، خصوصا في المناطق اللي بيتم فيها اقامه مراكز الشباب على ارض اساسا زراعيه. الارض الزراعيه دي بتبقى عرضه ان هي تبقى منسوب المياه الجوفيه فيها عالي عن بقيه الاراضي الطبيعيه. جميل قوي. المشكله ان قصه مراكز الشباب بتقام على ان ارض بيبقى تبرع او ارض مخصصه من الدوله، لكن في الحته الانشائيه لا يراعى على الاطلاق حته حقن الارض ساعه الانشاء. تمام. فزائد مسارات الصرف والمية، ودي هتلاقيها ظاهرة موجودة مثلا في 70-80% من مراكز الشباب. انا بدعو من منبرك ده ان وزير الشباب لازم يشكل لجنة بسرعة، مش بس في حالة منشية الكردي، لا في حوالي 700 او 800 مركز شباب كلهم معرضين لحتة المياه الجوفية، ان هو لازم تتحرك بسرعه لجنه هندسيه وتنزل تعاين كل مراكز الشباب دي، لان هي ثروه خدت من البلد دي مليارات. بالظبط. فلا عشان نحافظ عليها فهي لازم يتم التحرك فيها بسرعه. هو الحل يا استاذ ابراهيم الحل بسيط جدا، ان احنا بنجلها بنديها طبقه اسمنتيه وبنحط لها النجيل الصناعي وخلص الموضوع على كده. لكن هي المشكله ان هم عندهم مشكله مع الوحده الصحيه اللي هي بينها وبينهم سور بتقول الارض بتاعتنا، فمش عارفين حتة نزاع الملكيه دي كمان. بالزبط. برضو بندعو وزير الشباب انه يقنن وضع، ما يعني في عدد كبير جدا من مراكز الشباب ما زال الاراضي باسم افراد. بالظبط. ولم تنقل الى وزاره الشباب. بالظبط يعني. بالظبط. وده متنفس وحيد. نرجع بقى للخبر الاولاني اللي انت قلت عليه، اللي هو موضوع ان اتحاد الكوره اغفل ربما عن عمد وربما عن حسن نيه وربما عن سوء نيه ان هو يهنئ الكابتن محمود الخطيب عيد ميلاده. يعني بينما الاتحاد الدولي لكره القدم بيقوم بده، والاتحاد الافريقي لكره القدم بيقوم بده، وكل اي منظمه او هيئه رياضيه محترمه هتقوم بده. لكن للاسف اتحاد الكوره في مصر او اللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره دي من الضعف بمكان ان هي مجرد ان رئيسها رئيس اللجنه دي راح ادى الاهلي حقه في حته التكريم ببطوله الدوري او الاحتفاليه بتاع درع الدوري، اتهم بان هو خاينه من جيش العدو، ان هو يحرص ان هو يلتقي بالكابتن محمود الخطيب، ده هو خرج عن المله. طبعا كل ده بيمثل ضغوطات على الشخص اللي موجود، وهو انتمائه المعروف لنادي الزمالك بشكل واضح وبشكل فاضح. ده بيخليه ان هو كل تصرف وكل قرار بيطلع النهارده لازم يناقش فيه
أصحاب السيادة وأصحاب المعالي وأصحاب السعادة في الجانب الآخر، هل أنا كده صح ولا أنا كده غلط؟ هل أنا كده باجي على الزمالك ولا ما باجيش على الزمالك؟ هل ده مناسب للزمالك ولا مش مناسب للزمالك؟ كل ده بيحصل تحت سمع وبصر الناس اللي جابوا اللجنة دي عشان تدير منظومة كرة القدم في مصر، وخلوا المدير التنفيذي يستقيل، والقصة اللي انت عارفها اياها دي. لكن القصة عشان تمشي بالنحو ده، لا طبعا القصة مش قصة تهنئة كابتن محمود الخطيب بعيد ميلاده. طبعا دي مناسبة يعني كلنا كأهلوية بنفخر بيها وبنسعد بيها، ان الاسطوره كابتن محمود الخطيب ده بيتم عامه ال 65، ربنا يعني يا رب يمد في عمره عشرات وعشرات السنين. والله كلنا كمصريين، لانه هقدم لمصر كتير جدا. اللي بيعمله كابتن محمود الخطيب دفاعا عن حق الاهلي رغم تسامحه هو شخصيا في الكثير من حقوقه، تمام، لكن إن بيخلينا احنا كاهلاويه او منتمين للنادي الاهلي او اعضاء في النادي الاهلي دائما وابدا احنا بنقول له لا ما تفرطش، لان انت لو فرطت انت بتفرط في حق رمز النادي الاهلي اللي هو كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. حق الاهلي ده هيرجع، هيجي بالطريق القانوني، هيجي من خلال كل الاطر اللي بيسلكها النادي الاهلي، وصح جدا اللي بيعمله سواء من خلال الشكاوى لاتحاد الكوره، الشكاوى ممكن الاهلي يصعد ويشتكي للاتحاد الدولي ويشتكي ويبقى عنده حقوقه تناقش قدام المحكمه الرياضيه الدوليه، وده حقه. الخروج على الميثاق الاولمبي من حقه انه يشتكي للجنه الاولمبيه الدوليه من خلال اللجنه الاولمبيه المصريه، عنده كتير جدا الاهلي لسه ما سلكوش. لكن انا اللي واثقين فيه ان حق الاهلي مش هيضيع، وحق الاهلي مش أكيد هيروح أكيد طول ما وراءه واحد زي محمود الخطيب اكيد. انما قصه البعض من جماهير الاهلي اللي هو بيشعر بشويه بالغصه، يعني لا، بقول له ان احنا معنوياتنا كل يوم بترتفع، هامتنا بترتفع ب 112 متر، كل متر بعمر سنه من عمر النادي الاهلي. 112 متر، احنا قول لي مين همته ترتفع 112 متر في العالم؟ ما شاء الله. لكن احنا مرفوعين الهامه، مرفوعين الراس بوجود كابتن محمود الخطيب اللي هو شرف لكل اهلاوي ان هو يكون على راس هذه المنظومه. طبعا شهادتي انا نفسها مجروحه في الكابتن محمود الخطيب، لكن انا بشعر بالفخر وبشعر بالتفاؤل وبشعر ان حق الاهلي هيجي، ما جاش النهارده هيجي بكره، وعارفين هيجي ازاي، وما جاش من خلال كل الجهات اللي الاهلي قدم لها. الاهلي عنده من التصعيد بدل الاطار 20,000 اطار. أكيد، لكن أنا هرجع مع حضرتك في نقطة اللي أنا بتكلم فيها. أنا ما بتكلمش كمان على الأسطورة محمود الخطيب، إن المفروض الطبيعي إن اتحاد الكورة يقول له كل سنة وأنت طيب أو هابي بيرث داي زي ما الاتحادات الكبيرة بتعمل. أنا بتكلم كمان على الكابتن حسن شحاتة، بتكلم على كل رموز الكورة اللي فادوا الكورة المصرية. طبيعي جدا إن أنا كاتحاد مصري وأنا إيه شغلانتي؟ المفروض على الاقل كل من ارتدى فانيله منتخب مصر بالزبط. كل من ارتدى فانيله منتخب مصر يا فندم، وانت فاهم وعارف قيمه ارتداء فانيله المنتخب الوطني، كل ده لابد ان يكون كسنه متبعه. ده يوم الميلاد كل اللعيبه دي السابقين حتى مهاليها بطاقات موجوده داخل اتحاد الكوره ومعروف اعياد ميلادهم. يعني يعني برضو انت بتفتح مسار جيد. كابتن حسن شحاته ليه ما هناش بعيد ميلاده؟ كابتن فاروق جعفر ليه ما هناش بعيد ميلاده؟ كل الرموز الكبيره حتى في ذكرى رحيل او ميلاد الكابتن محمود الجهري، ده زي ما يبقاش موجود في يوم من ايام او من يوميات اتحاد الكوره يكون موجود. ليه احنا ناخد ده من بره؟ ليه الكاف هو اللي يكون ليه السبق، وليه الفيفا يبقى هو ليه السبق؟ تمام. احنا لو بصينا، يعني خلينا انا ما اخدش الجانب السلبي بس هتكلم فيه، يعني لو بصينا لحد معين هيزعل هتلاقوه زعلان من الناس كلها، فانت مش هتهنوا حد لان هو طبيعي ان هو زعلان من الناس كلها. لو بصيتوا لحد معين يعني ايا كان، فاحنا كاتحاد مصري، اتحاد بلد كبيره جدا، اتحاد شعب بعشق الكوره بيتنفسها بياكلها، بالنسبه له مصدر سعاده مش طبيعي، فلازم نكون على هذا القدر. يعني
مع احترامي طبعا الكبير لحضراتكم، واحنا دايما داعمين لاي اتحاد بيكون على راس المنظومه الكرويه في مصر. يعني المهم ان كله قرار وان كله طعم وكله ريحه، مش القصه كلها بتدور في الغرف المقلقه. يعني خلينا برضو نروح للشكاوي اللي بتقدم بها النادي الاهلي في ظل الاعتداءات اللي بتمارس كل يوم كل ساعه، ومش عارف شايف برضو الموضوع ده ازاي، وشايف كل دقيقه وكل ثانيه وفي كل مناسبه، ومناسبه وبدون مناسبه، وبادب وبقله ادب. تخيل يا استاذ ابراهيم، انا دايما بقعد ودايما بكرر الكلام ده مع الساده المشاهدين، دايما بقعد اقول هو الاهلي مره عمل ايه؟ الاهلي مره تعدى حدوده في ايه؟ طب اي رئيس من رؤساء الاهلي عمل ايه؟ لان الاهلي كبير قوي. احنا عايز اعرف ليه بندخل في جمله مفيده؟ بندخل في جمله مفيده لان احنا موجعين قوي، الاهلي موجع قوي قوي فوق انت ما تتخيل. ما بيخليش الناس تنام بالليل. بطولات ورا بطولات ورا بطولات ورا بطولات، قدامها اخفاقات فاخفاقات فاخفاقات فاخفاقات، انتصارات ملء السمع والبصر، انكسارات ملء السمع والبصر. انت عاوز ايه؟ انت مش عاوزهم يبقوا متضايقين منك؟ لا، لازم يبقوا متضايقين منك. مش عاوزهم يبقوا بيشكلوك، مش عاوزهم يبقوا بيعطلوك، مش عاوزهم يبقوا بيفشلوك زي ما قالها الكابتن محمود الخطيب. لا، هو ده هدفهم، ما لهمش هدف اخر. يعني حضرتك مثلا لما تقعد تشتمني انا كل يوم وشايفني ما بردش عليك خالص وانت مستمر، ده انت ما بتزهقش يا راجل. طب انت ده انت ما بتملش يا راجل. بالظبط، يعني انا بتكلم في العموم، خلينا نتكلم في العموم. ما انا بنتكلم في العموم، انا مش حد على حد بعينه يعني. ما بيردش عليه اصلا، مش شايفه، هو مش شايفه اساسا، وكل يوم شتيمه، كل ساعه شتيمه. طب انا لما بقعد بالليل كده مع نفسي، انا الواحد ما بتكسفش بصراحه، يعني الواحد بصراحه انا مستغرب ازاي في ناس كده. بس التاريخ قال لنا ان كل اللي بيسلك هذا المسلك نهايته بتبقى وحشه قوي قوي، صدقني يعني. بيكون في مزبلة التاريخ، صدقني بيكون نهايته صعبة للغاية يعني. يعني ربنا يكفينا شر مثل هذه النهايات يعني. يعني كل شتام وكل سباب وكل لعان وكل اللي بيسلك هذا المسلك. احنا تعدينا الحاجات دي على فكرة، في حاجات انا مش لاقي لها مسمى يعني. انا في حاجات كل نهيش الاعراض، كل اللي بيتعرضوا للحرمات، حاجات كتيرة جدا، دنيا واخرة، دنيا واخرة. الـ 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 كفايه ان هو كتير جدا من الناس يعني، حتى من اللي بينتموا لنفس الاطار ده يعني، بقى عندهم نوع من الغضب من اللي بيحصل، نوع من الاستياء من اللي بيحصل. مش كده طبيعي يعني؟ ده طبيعي، خصوصا بقى الرموز الحقيقيه يعني. الرموز الحقيقيه اللي احنا بنحبها وبنفخر بيها مش راضيه على اللي بيحصل اكيد يعني. حتى الدائرة القريبة مش راضية أكيد، وأي حد ليه عقل أكيد مش هيرضى بالكلام ده خالص. حتى بس البعض للأسف بيشارك في المهزلة دي حتى بصمته، حتى بصمته يعني. يعني أتذكر في فيلم ضد الحكومة الفنان الرائع الراحل أحمد زكي لما قال كلنا مذنبون كلنا فاسدون حتى بالصمت العاجز. هذا الصمت العاجز احيانا بيكون اكثر إلاما واكثر اثرا من المشارك في الفعل ذاته. دي حقيقه، دي حقيقه يعني. ربما تكون هي دعوه لاستنهاض القامات الكبيره اصحاب العقول الراجحه ان هي تردع مثل هكذا تصرفات من البعض اللي هم بيسيئوا للاسف للكيان اللي بينتموا له يعني. للبلد. وللبلد طبعا، احنا صورتنا مش حلوه على الاطلاق يعني. والله. لكن لا زال الاهلي بيتبع كل الوسائل القانونيه اللي حضرتك بتتكلم فيها، ولسه يعني الاهلي لسه في الاهلي اكيد مش لسه كتير قوي، لسه بالزبط. كتير قوي. بالزبط. ده هي بس خطوه، وهي خطوه استكشافيه، بنشوف مين مع الحق ومين مطنش على الحق. وبرجع اقول لك ان احيانا بتكون بتشارك في الجريمه بصمتك العاجز. تمام. بصمتك العاجز. تمام. بتوصف بايه يا استاذ ابراهيم ان انت ككبير مفروض عليك ان انت دايما لابس لبسك؟ عشان حتى لو اتهنت بس انت لابس لبسك، مش عارف اخرج منه. انت قدوه. هرد على طبعا على انا اسف، انا اسف في لفظ اتهنت، لان الاهانه لما تيجي من حد مش محترم ما بتبقاش اهانه. هرد على السفيه بايه؟ هرد على السفيه بايه؟ هرد على السفيه بان انا اقول له كذا وكذا وكذا وارد له نفس اللي بيقوله؟ لا،
مش ده الاهلي ولا ده الكابتن محمود الخطيب. في العموم ها، في العموم في شكل بشكل عام بشكل عام بالزبط. انت انت عمرك يعني يعني من ساعه ما ابتديت ولعبت كوره لحد النهارده سمعت لفظ 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 خارج على على حتى على السياق ها لفظ انفعالي من الكابتن محمود الخطيب ولا من اي رمز من رموز النادي الاهلي اللي هم الرموز الحقيقيه؟ كل حتى ما المجلس السابق ما عمرك ما تشوف حد خرج على النص ولا ولا فعلا. ولا تجاوز في حق حد فعلا. ما ده اللي انا بقول لحضرتك عليه، انا مستغرب. هم بقى عاوزين يجروك للحته دي بالظبط. بس احنا بنقول ان هم واهمون واهمون، احنا مش هننجر للحته دي ابدا، ولا اصغر 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 مشجع في النادي الاهلي، ولا اصغر عضو في النادي الاهلي، ولا اصغر منتمي للنادي الاهلي هينجر او هينساق للحته دي. رغم حماسه بعض الشباب على على مواقع التواصل الاجتماعي، انا قلت لك البعض يشعر بغصه، بس انا عاوزهم يبصوا على المشهد من بره كده. هو طبيعي ان الجمهور يعني انت لازم تشعر بفخر رئيسه. ولا طبعا لما يسمع رئيسه طبعا حد كده زي ما حضرتك وصفت اي حد يعني. ودي وانا انا انا بناشد من بيده الامر في مثل هذه المساله ان هو يراعي ده، يراعي ان دول ان دول شباب وان دول جمهور ودول طبعاً. مش مفيش حد ممكن يسكت او يفرط في حق من حقوق النادي الاهلي بالظبط. محمود الخطيب تجاوز اسمه تمام، تجاوز اسمه تجاوز تمام. اسمه اصبح هو هو رئيس النادي الاهلي، هو رمز النادي الاهلي تمام، شاء من شاء وابى من ابى تمام. تعالى ندخل في الكوره شويه، ندخل في الكوره. التاجيل اللي حصل هل هيدور النادي الاهلي؟ هل هيدي فايلر اريحيه اكبر ان هو يتعايش مع الفرقه اكتر ويدخل في التكتيك بتاعه اكتر ويعمل اللي هو عايزه اكتر واكتر؟ شايفها ازاي، ايجابيه ولا سلبيه؟ انا شايف ان النادي الاهلي هيكون من اكثر الفرق استفاده من التاجيل. جميل. ربما عكس ما بيتوقع البعض، يعني هنقول برضو انه خاب خاب مسعاهم وخاب ظنهم. يعني الاهلي يعني الفتره اللي فاتت كانت فتره مناسبه جدا. اولا انت عندك بعض المصابين بيجهزوا، صحيح ان هي القصه بتاعت محمد محمود ربما فقدان وتجدد اصابته، ربنا يرجعه بالسلامه يا رب. لكن في نفس التوقيت انت عندك لعيبه زي متولي زي سعد سمير زي كله بيرجع كله بيخش في الـ في الـ في, الفريق في التدريبات الجماعيه بتاعت الفريق تمام. كمان انت عندك جمل خططيه انت محتاج تحفظ اللاعبين عليها، فكنت محتاج وقت تمرين واثنين وثلاثه واربعه لحد ما احفظ تمام. ثلاثه انت كنت محتاج فرصه لالتقاط الانفاس عند بعض المجهدين وخاصه اللاعبين الدوليين، وده اللي شفناه ان هو ادالهم راحه سلبيه او راحه اطول من من الباقيين. جميل. رابعا ان انت كنت محتاج تعمل المعايشه الكامله مع كل اللاعبين بعيد عن فكره التمرين الصباحي والتمرين المسائي من خلال معسكر في الصبح والظهر وبالليل وال 24 ساعه، وانت جربت المعسكرات وفاهم اللي انا بقوله. تمام. خمسه ال تحليل وتقييم اداء للفتره اللي فاتت، احنا واقفين فين، احنا صح ولا غلط. سته ان انت تبص تخلق دوافع جديده، انت داخل من 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 التوقف على معمعه كبيره في دوري ابطال افريقيا مع فريق مش سهل اللي هو النجم الساحلي، فرصه ان انت كمان تذاكره وتذاكره سواء بالفيديو سواء بالتتبع الاخبار سواء بتتبع تطور ادائه، كل ده كانت فرصه التوقف. جميل. فعندك ايجابيات كتيره جدا انت حققتها ربما لم يحققها غيرك، ربما غيرك مشغول بامور اخرى. جميل. ازاي يبقى زيك وانت في حته تانية؟ تمام تمام. طب حضرتك الفترة اللي فاتت دي قيمت فيها فايلر ازاي؟ شفته ازاي؟ شايف الفترة دي ممكن نقول لا ده مدرب كلها كلها مدرب. تصب في صالحه. تمام. انا مش من النوع اللي هو بيحب يقيم بسرعة يعني او بياخد انطباعات سريعة، لكن بس في كل الامور الايجابية غصب عنك يعني. في حاجات بتتعمل في يعني الملعب وبتعمل في الملعب. اولا 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 ان انت تجيد التلقيم وتجيد التحفيز لاداء لواجبات المراكز والجمل الخططية، دي واحد. اثنين السيطرة على الفريق، على فريق بحجم النادي الأهلي بفي كل هذا الزخم من النجوم. ثلاثة ان انت تستطيع من لقاء الى اخر ان انت تخلق دوافع جديدة في كل لقاء،
انك انت تبقى حريص على الفوز، ان انت تبص اداء زي حسين الشحات اختلف بالكليه، اداء زي رمضان صبحي اختلف بالكليه. جميل. اصبح تطوير اداء للاعب زي رمضان ان هو يصبح مهاجم وهداف. جميل. ده كل دي تصب في صالح مستر ريني فايلر يعني. اكيد اكيد. الفرق بين المعسكر الخارجي والمعسكر الداخلي ايه؟ الفرق بين المعسكر الداخلي والخارجي فكره المعسكر، ما فكره ما فيش حاجه اسمها معسكر داخلي يعني داخلي جوه مصر ولا مثلا انا اعمل معسكر جوه مصر او ان انا اعمل معسكر بره مصر، ايه الهدف من كده؟ الـ من وجهه نظر حضرتك يعني المعسكر الخارجي بيبقى فيه شده اكتر، يعني فكره الشده اكتر، الطياره اللي بنركبها وبنستقلها لمكان اخر، فانا خرجت بره الحدود عشان خاطر عسكر، عشان خاطر اعد نفسي، فانا دي لوحدها فيها شده، غير ان يكون المعسكر جوه مصر. الاهم حاجه من الداخلي ولا الخارجي التارجت اللي انا حاطه لنفسي في المعسكر ده، اذا كان هيتخلله مباريات وديه، اذا كان هيتخلله ساعات تدريبيه او حصص تدريبيه معينه، كل ده هيؤدي في النهايه الى الاستفاده من المعسكر. شويه المعسكر الخارجي بيكون فيه نوع، اولا فيه نوع من الترويح عن النفس، تغيير المناظر، تغيير الوشوش، تغيير الوجوه، تغيير الملعب اللي انا متعود ان انا بتدرب عليه كل يوم، كل ده بيؤدي مردود ايجابي للاعبين. جميل جميل. تعال ارجع بيك تاني لنقطه التوقفات، وفي بعض الجماهير كانت متخوفه جدا، الاهلي كان ماشي ما شاء الله كويس قوي، مستواه الفني كان مرعب يعني حتى مرعب لينا احنا كناس انتمينا للاهلي، اتفاجئنا بطفره فنيه زي ما حضرتك قلت مع فايلر. قول ان الاهلي بيقرب من مستواه الطبيعي بالظبط، من ادائه الطبيعي بالظبط، فكان لازم نكمل، فمتخوفين. حضرتك قلت بعض النقاط اللي طمنت بعض الجماهير شويه، لكن لسه الناس برضو يقول لك يا ريتنا كنا كملنا. رب ضاره نافعه، ربما يكون لو انت لعبت التوقف وسط حاله التراكم من الاصل، كل اللي فرق في عمليه التاجيلات والتوقف هم ماتشين، الجونه والزمالك، يتاجلوا يتلعبوا في ميعادهم بترتيبهم الزمالك ثم الجونه، ان شاء الله الاهلي كان هيكسب. يتاجلوا لما بعد التوقف، سواء بعد التوقف مباشره او في نهايه الدور الاول او بعد 9 سنين، ان شاء الله الاهلي هيكسب، فمفيش ازمه ان ده حصل او ده ما حصلش. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، مع ان مباراه الاهلي والزمالك بصرف النظر ملهاش اي مقاييس، يعني ممكن يبقى الزمالك جامد جدا والاهلي يكسب، ممكن الاهلي جامد بس جدا بس والزمالك يكسب. اما تمتلك مش اراده الفوز بس، اما تمتلك يقين الفوز والثقه. يقين الفوز لما يبقى عند اصغر فرد في جمهور النادي الاهلي، ان انت عندك يقين الفوز حتى لو خسرت الماتش، بس انت من جواك عندك يقين الفوز، عندك يقين ان انت الافضل، عندك يقين ان انت الاحسن طول عمرك. الايه؟ طول عمرك كده، طول عمر الاهلي كده يعني. صحيح، بس انا بتكلم حتى في المرحله دي. تمام. ثم لما تطور ادائك، ثم لما تستغل التوقف ده لصالحك، كل الناس يقولوا ان هو ضدك وانت تخليه لصالحك، هي دي عبقريه النادي الاهلي. تمام تمام. ايه الجديد اللي حضرتك شفته في الدوري؟ الجديد اللي انا شفته في الدوري ما لحقتش اشوفه الصراحه يعني، لان هو كان قرار مش صح في زمن مش صح يعني. كان المفروض ان افضل اعداد للمنتخب الوطني الاول وحتى للمنتخب الاولمبي هو استمرار وانتظام المسابقه، علمونا هكذا في المدارس يعني. يعني قصه ان الناس دي كانت تحافظ وتحرص بقوه على استمرار المنافسه واستمرار هذا الصراع الاسبوعي، كان افضل كثيرا من انهم يوقفوا المسابقه بهذه الطريقه يعني. مع ان احنا في الاول قالوا لا، في وعود ان احنا مش هنوقف الجدول، وفي 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 وفي، احنا كنا متفائلين قوي قوي. ما هو احنا يعني الكلام كتير قوي، انما الفعل ما فيش. طب ما هم وعدوا ان هو مع دور بدايه الدور الثاني هيبقى في فار. سمعت عن فار ولا قطه ولا اي حاجه خالص موجوده؟ انا يعني سمعت بس ما شفناش لسه. بس احنا عندنا امل، احنا في انت عارف ان تجهيزات الفار دي بتاخد من 3 لـ4 شهور عشان تقدر تخليها افيلبل، انها تبقى حاضره في المشهد ويتم استخدامها. طبعا. طب هم فين 3 4 شهور؟ اذا كان 3 4 شهور هتبقى جيت في الدور الثاني، طب انت فين بقى؟ ودخلنا في، خلي بالك ده تاني اتحاد على التوالي يوعد ان في الدور الثاني هيطبق تقنيه الفار، ما بيحصلش ما بيحصلش. طب انا هطمن ازاي ان في تطور في منظومه التحكيم؟
ما بيحصلش. طب انا هطمن ازاي ان المسابقه هتفضل منتظمه؟ ما بيحصلش. طب انا هطمن ازاي ان لجنه شؤون اللاعبين مش هتبص لاسم الفريق قبل ما تبص لمشكله اللاعب وهل هو مخطئ ام مصيب؟ ما بيحصلش. ها طب هو في ايه في الاتحاد ده؟ هو مين كبهولنا اصلا؟ ما سالتش نفسك السؤال ده؟ هو مين ورا اختيار ده؟ هو وزير الشباب اللي وراه؟ ولا هو جنب الباراشوت؟ ولا هو المدير التنفيذي صحي من النوم فحلم بان الخمسه دول يبقوا هم موجودين؟ هو مين اللي اختار الناس دي؟ انا ما بسالش نفسي عشان ما يعني اتعايش مع الواقع. ولا هي القصه ان هي ان الناس دي جايه تقول يكون لسانها حلو قوي مع النادي الاهلي لكن في الواقع ما يبقاش موجود؟ لازم يوضحوا لنا، لازم يقولوا لنا، اطلعوا بصراحه وقولوا. وانا كنت قلت في احد اللقاءات يعني ان الناس دي برضو لازم اديها عذرها، لان الناس دي يعني يلا تعالوا ديروا تعالوا. لا اديها عذرها لانها ملهاش في الكوره باستثناء الاثنين كابتن احمد عبد الله وكابتن محمد فضل يعني. لكن الناس دي ملهاش في الكوره يعني، ممكن يبقى لها في البيزنس، ممكن يبقى لها في الاداره، ممكن يبقى لها اكاديميك. بس سهل قوي ان انا ادير اي حاجه لو انا مدير شاطر. انا هجيب الناس اللي بتفهم في الحاجه اللي انا شغال. ايه كشاطر دي بقى؟ خبراتي ايه بقى؟ ان انا بدير يعني كويس، ان انا ادير اي مؤسسه كويس، بس انا اجيب الناس اللي تحت. انا بتكلم خبراتي الرياضيه. رياضيه درت اتحاد قبل كده؟ درت نادي قبل كده؟ ها درت مركز شباب قبل كده؟ ايه خبراتي الاداريه يعني؟ ان انا بدير مثلا ما 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 احدى المصارف، يبقى انا او مساهم في ادارته، يبقى انا هكون ناجح في اتحاد الكره. انا اقصد ايه حضرتك يعني عشان يبقى انا برضو كلامي واضح مع حضرتك؟ اقصد ان انا جبت الاستاذ ابراهيم داوود قلت له تعالى بقيت مدير مثلا نادي كذا. فالاستاذ ابراهيم داوود انا عارف ان هو عنده خبرات في الاداره بصرف النظر عن حلو. مدير النادي ايه؟ كور او رياضه. مدير نادي. مدير نادي كذا. هل ده ينطبق على الخمسه الموجودين؟ ما انا هقول لحضرتك. هقول لحضرتك، فانا بصفتي راجل اداري ناجح مش شرط في المجال اللي انا رايحه. ان انا هجيب ناس بتفهم بقى في قلب الاداره دي وانا هديرهم. حلو حلو. ايه بقى خبراتهم الاداريه بقى؟ انت عارفها؟ ما جابش حد. طب قول لي، انا مش عارف والله. ما جابش الخبرات الاداريه؟ في الخمسه اللي موجودين دول يعني لا عندهم خبرات. في ايه بقى؟ يعني مش شرط في الكوره. مش شرط في الكوره. انت بتضحك بقى. لا والله بجد. والله امال هو شرط يكون في ايه؟ انا قصدي والله بتكلم مع حضرتك بجد. انا قصدي ان انا مثلا رايح مجال هديره بس انا مش فاهمه، فانا اجيب حد تحتي. يعني لا نكوم اللجنه لجنه بالظبط، واللجنه ينبثق منها لجنه ثم عده لجان. دي فيها مشكله يعني؟ دي فيها كان فيها مشكله ان انا اجيب لجنه تختار مثلا مدير فني لمصر؟ كانت مهمة جدا ان يكون في دي لجنة فنية انها تختار المدير الفني المصري بدل ما يطلع بالعشوائية دي. ده اللي انا اقصده في الاخر يعني. أجيب مع احترامي وتقديري لقيمة وقامة كابتن حسام بدري، تعمل مسابقة الدوري. اجيب لجنة مثلا تعمل مسابقة للدوري. ده اللي انا قصده. اللي انا ادير. طب ما كان الافضل ما اجيبش الناس دي خالص. واجيب ناس بتفهم في مجال كرة القدم، في مجال إدارة المسابقات بتاعة كرة القدم. خلاص انا عاوز، انا محتاج ايه؟ محتاج اجيب مدير فني ووليه مسؤوليه المنتخب الاول، ومحتاج حد يدير لي المسابقات عشان امور الاتحاد تبقى منضبطه لحد ما نجيب مدرس فرنساوي اسد، لحد ما يجي مجلس اداره جديد. بس ما حصلش. ما احنا كان عندنا يا استاذ ابراهيم. هو مين اللي اختار الناس دي؟ كان عندنا. والنبي تقول لي. والله ما عارف، بس احنا كان عندنا اتحادات كلها في الكوره، وبرضه كان عندنا برضه يعني مش هقول فشل يعني، كان عندنا تخبطات كتيره جدا. صحيح، انت معاك حق، بس على الاقل يعني انت بتنتقد تصرفه. ان هو يعني اهو من خلفيه كرويه. ده دي متهيألي اكبر يعني، دي اكبر. مش كل نجم كوره هيكون ناجح في الاداره. تمام. طب ما في عباقره واسماء رنانه من السمع والبصر. لكن نفسك مين يبقى مدير اتحاد الكوره؟ اي حد غير الموجود دول، غير الموجودين دول. كان نفسي واحد زي حازم امام مثلا، وهو بينتمي لنادي الزمالك. طب اكلمك بصراحه، يعني مثلا لما جم قالوا احنا عايزين نختار مدير فني وطني، وقعدوا فتره طويله قوي، قلت يا جماعه ده احنا يعني يا دوب يعني احنا نحمد ربنا ان احنا مع احترام لكل الناس ان احنا ممكن يعني نختار من نص ثلاثه بس، نلاقي الثلاثه اللي هم يديروا منتخب مصر، المدير الفني لمنتخب مصر، نلاقي ثلاثه بالمواصفات دي.
وقعدنا فتره طويله جدا. فاحنا يا دوب العدد يعني، انا لو قلت لحضرتك طلع لي ثلاث اسماء يديروا منتخب مصر، يديروا اتحاد الكره المصري، حضرتك هتفكر هتاخد وقت طويل جدا صح؟ ولا حاضر في ذهنك اسماء؟ عندي مهندس خالد عبد العزيز اللي هو وزير الشباب السابق، ليه ما فكرناش فيه؟ ليه ما فكرناش فيه؟ مثلا على سبيل المثال اداري ناجح، اداري شاطر. يعني ممكن برضه هو يعني انا كنت وزير ابقى رئيس اتحاد كوره؟ لا يعني المنصب السياسي خلاص ولا، لكن بيبقى ان انت ممكن كراجل محترف ان انت يسند اليك اي عمل في اي شيء. يعني هو يعتزل ويقعد في بيته لحد نهايه عمره يعني، ممكن يكون بصلها، او هم ممكن يكونوا مثلا شوف حضرتك احنا قلنا اسمه، فاحنا يا دوب بندور على عندنا اسمه. عندنا كابتن علاء عبد الصادق بينتمي للنادي الاهلي في الاداره رائع، عندنا كابتن عبد العزيز عبد الشافي وهو في الاداره رائع، واحد الذين رشحوا سلفا لمنصب وزاري كوزير للشباب. يعني عندنا كتير، عندنا كفاءات، مش من الصعوبه بمكان ان احنا نبحث وندور ونحط. انا عاوز اعرف مين اللي اختار الناس دي، يعني انا نفسي بجد ريحني، قول لي مين اللي اختارهم. عندي حد صاحب جدا هيثم نبيل، اكيد طبعا عارف هيثم نبيل، كان جه فتره كده يا جماعه نفسي اعرف فين الكام مليون دولار اللي احنا خدناهم في كاس العالم. كان كل يوم كده فين يا جماعه ال 10 مليون كام؟ هو ده السؤال اللي بيطرح نفسه. وراحوا فين؟ فهي يعني بجد انا مش عارف. طب بصرف النظر يا استاذ ابراهيم، ازاي نطور؟ ازاي يعني نطور؟ مش هنتكلم على حد خالص. يعني احنا قاعدين على الترابيزه، احنا طبعا احترامنا وتقديرنا لاسماء وشخوص اللي بيديروا اتحاد الكوره، يعني كامل الاحترام والتقدير ليهم. احنا بننتقد ادائهم للصالح العام، ففي فرق بين انتقاد اداؤه الرياضي وشخصه، شخصه له كامل الاحترام والتقدير. انما انا بتكلم دلوقتي على الاداء ده، فعلا اداء سيء، من سيء الى اسوأ، من اسوأ الى اسوأ، من اسوأ الى اسوأ. كلام بس حلو، كلام جميل، الدنيا هتبقى حلوة، الدنيا هتبقى جميلة، معروف من أول أسبوع لآخر أسبوع، مسابقات منتظمة، تحكيم عادل، ولا شفنا تحكيم عادل، ولا شفنا مسابقات منتظمة، ولا شفنا لجنة شؤون لاعبين عادلة، ولا شفنا لجنة انضباط موجودة صح، ولا شفنا لجنة قيم، شكاوى النادي الأهلي توضع في الأدراج، رغم ان رئيس لجنه الانضباط اللي كان موجود في الاتحاد قال او اعلن صراحه انها هتكون على الكبير والصغير. كلام، كله كلام. واحنا نفسنا كنادي اهلي يعني من اكبر الانديه ان احنا نطبق علينا كل حاجه، بس طبقوا على الكل يا فندم. من تاريخ النادي الاهلي لو تتذكر ان المصري العظيم صالح سليم اوقف احد لاعبيه واعطاه 6 شهور ايقاف في نفس التوقيت اللي كان اتحاد الكوره كان في مهمه مع المنتخب، ولم يعاقب من قبل اتحاد الكوره في عهد الراحل كابتن سمير زي، لو انت عارف مين اللي بنتكلم عنه. 6 شهور الاهلي الماسر وصالح سليم وقع على عقوبه اداريه قدرها 6 شهور، والحدث لم يكن في النادي الاهلي، كان في المنتخب. هكذا تعلمنا من الاهلي، من نادينا، ومن رموزنا، ومن القيم الكبيره دي. القصه واخدانا لطريق مش كويس. حته الفار دي كمان، اللعبه الكبيره او الخدعه الكبرى اللي هم بيخدعونا بيها، انا بحثت هل في حصل نيجوشيشن مثلا او تفاوض مع احد الشركات المعتمده في هذه التقنيه من قبل المصريين، من قبل اتحاد الكوره، طب من قبل وسطاء؟ مفيش. بتضحكوا على مين؟ بتضحكوا علينا؟ احنا لازم نعرف بعد كده. بتسكتونا لحد ما يجي الدور الثاني فنسالكم زي الموسم الثاني على التوالي؟ لازم نعرف اي دور ثاني. ممكن الدور الثاني في سنه 2052 ولا ايه؟ قولوا لنا. احنا نفسنا الدنيا تروح في الصالح العام ونرتقي بالرياضه المصريه، نفسنا نشوف اتحاد عندنا قوي جدا، فعلا هو اللي فرض كلمته على الانديه، نفسنا نشوف تطور بحجم مصر، بحجم شعبها، بحجم حبنا للكوره. نتمنى من الله ان 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 اللي جاب الناس دي او اللي واقف ورا الناس دي ان هو يعني ينبههم ان الامور تاخد منحى افضل من كده. هو مين اللي اختار الناس دي؟ شايف منتخب مصر ازاي؟
شايف منتخب مصر طبعا بغض النظر من يتولى المسؤوليه او اللي كانت الاختلافات عليه، كابتن حسام البدري كل الدعم والمسانده ليه. اكيد. شايف ان هو اختار بمنطقيه شديده جدا لاختياراته الاخيره دي. هو عايز ينجح. اكيد اكيد. وكل المؤشرات اللي جايه من المنتخب بتقول ان في حاله من الانضباط كبيره جدا، وحاله برضو من الرضا والفكاهه عاملها او بركات. الروح عاملها كابتن بركات. في توازن في حسم وانضباطيه، وفي يعني ما فيش شده اللي هي بتعقب معسكرات المنتخب او المعتاده. في جهد مبذول من الكابتن حسام البدري، في تحفيز للاعبين لجمل برضو تكتيكيه وطريقه لعب وتوظيف لمراكز، وشكله ان هو بيحاول يجيب من الاخر من خلال افضل توظيف لكل لاعب في مركزه مع ناديه. فهو مش جاي يعني يبني من على سراب، لكن هو واضح ان هو ان شاء الله التجربه بتاعه ليبيريا هتبقى فيها شكل افضل من مما كان عليه في بوتسوانا. متفائل. بشكرك شكرا جزيلا. انا اتشرفت بيك. هقول لك مين بس بعد الهوا. نفسي بعد الهوا قول لي مين اللي اختار. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ابراهيم، ونورت وشرفت. الشكر ليك جدا يا كابتن ميدو. وعاوز بس جمله اخيره اقول لك برضو ان حق الاهلي مش هيروح. اكيد حق الاهلي جاي. اكيد الاهلي طول عمره بيسلك بالطرق القانونيه. الاهلي نادي كبير جدا، نادي اللي عايز يتعلم منه كل حاجه، واحنا بنفتخر زي ما حضرتك قلت ان احنا بننتمي لهذا الكيان الكبير. اكيد. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك. دي كانت فقرتنا الثانيه مع الاستاذ ابراهيم داوود مدير تحرير الكره والملاعب والناقد الرياضي الكبير. بعد الفاصل هيكون معاه الدكتور وليد عبد اللاقي. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. دكتور وليد عبد الباقي طبيب النادي الاهلي السابق في ضيافه الاهلي الليله. منور الدنيا دكتور. يا اهلا وسهلا. يا مرحبا. عامل ايه؟ الحمد لله بخير. طمنا عليك. تمام الحمد لله. كله تمام من فضل الله. 14 سنه في النادي الاهلي. ما شاء الله. من سنه 99 كده لحد 2011. الاهلي عمل فيك ايه بقى قبل ما اكلمك بقى في جراحه العظام بتاعتك التخصص بتاعك؟ والله هو الاهلي الحقيقه يعتبر جزء كبير من عمري، يعني انا من بعد التخرج بفتره قصيره لحد يعني لحد فتره قريبه وانا على الارض الخضراء بتاعت النادي الاهلي ومع النادي الاهلي وتحت اشراف النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي له فضل كبير على الواحد. يعني وانت بتبقى زعلان زي ما احنا كده بنبقى خارجين النادي الاهلي زعلانين وقلبنا بيتقطع ان احنا سايبين. والله طبعا، وبرضه بحن للارض الخضراء، لكن هو دي طبيعه الحياه. يعني الواحد بيبقى يعني ممكن يستمر فتره وبعدين بعد فتره يبتدي بقى يغير اتجاه حياته. يعني اكيد ما بتروحش النادي بروح اللي فاتت. بس بروح زياره يعني زيارة. الواحد مقصر طبعا مع الناس، بس يمكن طبيعه الشغل يعني والحياه وكده. منور الدنيا يا دكتور. الله يخليك. تسلم. تعالى ندخل على طول على محمد محمود تحديدا. الاصابه اتسرع، اسباب الاصابه الرباط الصليبي للعينه دي بالنسبه لنا كلنا ايه الدنيا بالنسبه لك؟ هو الحقيقه اولا هو طبعا يعني هو قدر الله فوق كل شيء. أكيد. يعني الحمد أكيد. لله وربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك. والواحد طبعا يعني يحزن يعني يصاب للمره الثانيه. وللاسف انا برضو كنت في لقاء مع الاصابه بالزبط. يمكن ثاني ثالث يوم برضو مع الاصابه الاولانيه من حوالي 8 شهور تقريبا. فلكن اللي لازم الواحد يعني يقف عنده هو ان ما دام هو عمل اللي عليه وكل شيء مشي يعني بوذلت الاسباب المطلوبه ليه، وربنا يقدر انه يصاب حتى في مش نفس المفصل ده، في المفصل الثاني. فده قدر ربنا سبحانه وتعالى. وانا شايف ان يعني ايه يعني هو يعني التدعيم النفسي للاعب فعلا انه يدرك اولا ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيختار له الطريق بتاعه. أكيد. ثانيا لازم نذكره ان في ناس حصل لهم كده. يعني انا اذكر اثنين من اللاعبين زمان برضو في الناشئين، برضه لاعب اول ما نزل بعد فتره التاهيل كان اسمه اسلام مظلوم، برضه عمل ركبه وباول ما نزل جات له الركبه الثانيه.
ولاعب تاني كان اسمه باسم على ما اذكر برضه، خلص فتره تاهيل واول مباراه نزل فيها بس ما جالوش بقى الركبه الثانيه، جاله كسر في الفك. يا سلام. يعني خبطه جامده جات له كسر في الفك، وكان اول ما نزل اللعيبه ديت رجعت وشاركت ولعبت يعني طبعا. فهو لازم يعني هو ده اللي الواحد يفهمه، ان هو هيعمل اللي عليه وان شاء الله يتعالج ويرجع تاني ويلعب تاني. هو بقى ده هو وشطارته بقى في يعني في ثقته بالله وبنفسه أكيد. بانه يرجع تاني، هيرجع تاني ان شاء الله اكيد. بصرف النظر طبعا عن قدر الاصابه طبعا مؤمنين جدا بيها، لكن اسبابها ايه؟ اسبابها اللي هي اللي ممكن نحط ايدينا عليها. هو احنا طبعا يعني جزئيه رباط الصليبي ومع كثرتها وكثره الحديث حولها عامله يعني ايه ازمه جامده في يعني في النقاشات ما بين في الميديا وفي السوشيال ميديا وفي وما بين الناس وبعضها. لكن هو يعني في اسباب هنمشي وراها وهنحاول ان احنا نجتهد ان احنا نعملها، وعملنا اللي علينا خلاص الامر انتهى. انا كنت الحقيقه يعني عايز بس يعني لان احنا المره اللي فاتت لما حصل لقاء يعني كان في يعني اصابات كثيره جدا في النادي ساعتها، فكان في لوم شديد على الجهاز ولوم شديد على الجهاز الطبي بالذات، وهو بيذكر الجهاز الطبي اول ما الاصابات تكتر، لكن لما الاصابات تبتدي تقل والامور مستقر ما يتقالش حاجه. فانا الحقيقه انا عايز يعني ابتدي بان انا يعني اقول ان زي ما كان في لوم شديد لابد من ان احنا نوجه يعني التحيه ليهم، ان هم الناس صبرت حتى على الرغم من اللوم الشديد اللي كان بيوجه ليهم، وان هم تعدوا مرحله الصعوبات اللي كانت موجوده والكميه الاصابات اللي كانت موجوده. الحاجه الثانيه ده برضو بيدل على ان الجهاز الطبي هو متلقي للاصابه، مش محدث للاصابه اكيد. فيعني ده في البدايه. نيجي بقى لجزئيه الاسباب اللي ممكن تؤدي الى متلقي، بس هو ممكن يلحق الاصابه برضه عشان نتكلم في بالظبط. لا انا بتكلم في عدد الاصابات تمام. لما تكتر العدد ما بيبقاش هو سبب كثره العدد، لكن اللي حصلت نعم في الملعب نعم انا لو شخصتها صح صحيح صحيح. ما هو ده مسؤوليه، لان انا بتكلم على ان لو كتر العدد وهو مشخص صح بس العدد كتر لا طبعا غالبا ما بيبقاش هو مسؤول عن، لكن هو بقى يبتدي يبقى مسؤول لما تطول الاصابه لما يبقى فيه. انا مش عايز يعني ادخل في المسببات اكتر من ان انا عايز ادخل في توصيات الحقيقه لل تمام. دي لازم نتكلم يعني للوقايه من الاصابات بصفه عامه. يعني اولا يعني هنتكلم في جزئيه الحمل البدني او الحمل التدريبي، وديت النقطه الاولانيه. يعني احنا هنتكلم في اصابه الرباط الصليبي او اي اصابه تانية ممكن تيجي، بحيث ان احنا نحاول ان احنا نقي نفسنا من ان احنا نتحط في موضع الاصابه تمام. الجزئيه الاولانيه هتبقى جزئيه الفحص او الفحوصات بصفه عامه قبل لعب الرياضه بصفه عامه، لان يعني كان في برضه حديث حول ان اكثر يعني في اصابات كتير بتيجي والموت المفاجئ عند الرياضيين والمشاكل الاصابات العصبيه. عشان لو ان في تقييم فحص جيد قبل الكشف الطبي الجيد، والكشف الطبي طبعا يشمل برضو كل اجزاء الجسم وخاصه القلب والجهاز التنفسي. ده حاجه من اساسيات الاختيار في بره بالظبط كده بالظبط جميل. الجزئيه الثانيه التقييم بقى البدني الصحيح اللي هو مبني على اساسات. يعني احنا حتى المره اللي فاتت اتكلمنا على جزئيه ايجاد وحده قياسات في النادي الاهلي، وكان في برضو مطالبه ان احنا او نداء ان النادي الاهلي يعمل وحده قياسات وهو يقدر على ذلك، بحيث ان هو يقدر يعمل تقييم للوضع البدني للاعب كله، الكتل العضليه شكلها اماكنها قوتها، يعني يتعمل له شكل كده لكل لاعب هو محتاج ايه ناقصه ايه بدنيا وهكذا، وجزئيه الاتزان وهكذا. ودي بالظبط كده في الواقع. عشان ندخل بعد كده على جزئيه فترات الاعداد. انا لما اجي اعمل اعداد هعمل اعداد على اي اساس؟ ما هو هعمل اعداد على اساس القياسات دي. لو انا خدت قياسات صحيحه هبتدي اعمل لكل لاعب، وطبعا مع مراعاه الفروق الفرديه، لان في لاعب صغير في لاعب كبير في يعني لازم المدرب ومدرب الاحمال لما بيحط اي تقنين حمل او اي حمل بدني او لازم بيراعي الفروقات الفرديه ديت علشان ما تحصلش الاصابه. لان يعني لو حطيتهم كلهم بنفس الحمل وهو في فرق ما بين واحد والتاني، الاقل اللي هو مش هيستحمل شويه ده اكيد هيتعرض للاصابه. فدي هتبقى الجزئيه الثانيه اللي هي جزئيه الايه بعد القياسات هيبقى مرحله فتره الاعداد الجيده. توصيه اللي بعد كده هي جزئيه الاحماء والتسخين الجيد قبل التمارين وقبل المباريات. طبعا المتوازن، ان انا لا بسخن لدرجه ان انا بجهد نفسي قبل ما اشتغل، ولا في نفس الوقت ان انا اهمل الموضوع دي كواجب بس لمجرد التسخين انا كاني سخنت، لا انا بحمي نفسي من الاصابه أكيد. فالتسخين والاحماء الجيد ده جزئيه مهمه جدا. بعد كده التدريب بقى يبقى متكامل.
دي توصيات احنا بنتكلم بصفه عامه، ان لابد ان التدريب ما يبقاش مركز بس على القوه، لا يعني سرعه، رشاقه، مرونه، قوه، توازن، توافق، علشان يبقى التدريب المتكامل ده يدي للاعب كل ما هو مطلوب لجسمه او لجسده علشان تمام. يقدر يؤدي تمام. التدريب المتوازن ده مهم. التوازن برضو ما بين التدريب او الحمر التدريبي وما بين الفتنس او اللياقه البدنيه وما بين فترات الاستشفاء والراحه وما بين التغذيه والسوائل المطلوبه، التوازن ده مهم جدا جدا تمام. يعني انا دلوقتي هعمل حمل تدريبي علشان التكتيك بتاعي علشان شغل الملعب، وفي نفس الوقت عايز ادي فتنس فبدخل جيم طيب انا يعني لما هعمل كده لازم احط تقنين للحمل اللي هيقع على اللاعبين علشان ما يبقاش في النهايه برضو في اصابات بتخرج من ورا هذه القصه تمام. الجزئيه اللي بعد كده هتبقى موجهه بقى للايه للمدرب اللياقه، اللياقه البدنيه في توتال الاصابه. انا بتكلم في احنا دلوقتي لو بنتكلم ايه اللي يخلي في فرصه الاصابه بصفه عامه، يبقى لابد ان احنا نتكلم أوكي. في توصيات للوقايه من هذه الاصابات أوكي. فلو احنا هنتكلم للوقايه من هذه الاصابات هنبتدي نحط التوصيات دي، توصيات ما قبل الاصابه اللي هي فيها الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها ديت. هنقول بس يعني بعض التوصيات لللياقه البدنيه، ان هو يراعي بقى الفروقات الفرديه، يعني هو دلوقتي مدرب اللياقه البدنيه هيراعي الفروقات الفرديه سواء سن او في الكتله العضليه او في تكوين الجسم، في واحد وظيفته في الرشاقه والمرونه والجري، وفي واحد وظيفته في ان هو يبقى مدافع ويصد وهكذا، فهو يراعي الجزئيات دي، تكوين عضله تشريحيا حضرتك بالظبط كده. وبعدين موعد، لو انا هزود، لو في واحد محتاج زياده لياقه بدنيه لازم يبقى الجيم بعد التمرين مش قبل. يعني المقصود ايه؟ هو هيروح ياخد تمرينه مع المدرب، طيب انا عايز ازود عضلات، عايز ازود قوه، عايز ازود، ما خليش انا اعمل الحمل ده قبل التمرين وافاجئ ان هو في التمرين خد حمل تاني زياده، لا انا خليني بعد التمرين بحيث ان انا عشان اقيس بالظبط انا هديله اقل النهارده علشان هو زود في التمرين بتاعه كده كده يشتغل فيها بالظبط، الوحده التدريبيه اللي هو اللي هيشتغل فيها. فترات بقى الراحه والاستشفاء والكولينج داون اللي هو ما بعد نهايه التمرين كده بيبقى فيه مجرد جري خفيف. هو انا بس عشان الناس تفهم كلامنا، انا اسف ان قطعت حضرتك لان كلام مهم جدا عشان الناس بس تفهم كلامنا، حضرتك بتتكلم ان الجيم ما بقاش قبل التمرين لو المدرب مش عارف الوحده اللي هياخدها في الجيم ايه بالظبط كده. لكن انا كمدرب انا ممكن اعمل وحده جيم قبل التمرين وادخل بعد الجيم، بس هو ساعات انا مقنن الدنيا كلها. نعم مقنن الحمل بتاعي. ساعات بيبقى في افراد معينين انا بالظبط هيتزود لهم بالظبط، فالافراد دول انا كده كده هدي حمل لكل الفريق تمام، فانا اللي هيعمل الزياده هنا مدرب اللياقه بالظبط، فمدرب اللياقه هنا ما يخليش التدريب الجيم قبلها، يخليها بعدها او ينسق مع المدرب ان انا فلان ده هعمل له الشغل الفلاني عشان بس ما يتحطش في مشكله كده واضح جدا عشان ما يتحطش في مشكله ان هو حمل عليه زياده وبالتالي يبقى عرضه اكتر للاصابه. فترات بقى الكولينج داون والاستشفاء دي في منتهى الاهميه، اللي هو انا باجي في اخر التمرين وابتدي اخلي جري خفيف، او ان انا بعد المباراه الثقيله ثاني يوم بيبقى في ناس هيجروا خفيف، لا ده ناس هيريحوا خالص، الناس هتدخل هتعمل بغطس وهتعمل تدليك، ولازم نراعي الجزئيه دي. طب خلينا قبل ما نروح لجزئيه ما بعد المباراه خلينا نكلمك في نقطه مهمه جدا، لان دلوقتي في مفهوم اعتقد ان هو خاطئ، اعتقد ان هو خاطئ، اكيد حضرتك هتبقى اكتر مني درايه، يعني ان انا بعمل استرتشات قبل التمرين وقبل الماتشات بوقت طويل، هل ده صحي؟ ان انا اريح العضله خالص وبعد كده اروح محمل عليها، ولا الاسترتشات بتكون بوقت قصير وبعد الحمل اعمل استرتشات بوقت طويل؟ طيب انا هقول لحضرتك ان انا الاسترتش انا مش قصه بريح العضله، انا لو زودتها بقى بحمل على العضله. جميل تمام جميل. فعشان كده زودت الوقت، لو زودت الوقت عشان كده انا اول ما قلت لحضرتك الاحماء المتوازن تمام. متوازن يعني ايه؟ يعني لمني هعمل اطالات كتير قوي ايوه دي مهمه، لدرجه ان انا في النهايه هبقى اجهدت قبل ما انزل اللعب. الكل بيعمل كده خلي بالك، وده مش صح. الكل بيعمل استرتش نفس اللي بيعمله بعد الحمل بيعمله قبل الحمل. لا الفتره ان انا يعني اجهز العضله للحمل أيوة. وللود أيوة. وللتمرين حاجه، وما بين ان انا بفك العضله علشان نوع من الاستشفاء جميل. للعضله. طب وقتها قد ايه قبل الحمل وقتها هو يعني يتراوح من كام لكام هو سنة؟ هو الفتره اللي هي فتره ال 10 دقائق او ال 15 دقيقه اللي قبل التمرين هي ديت الفتره اللي هتبقى كافيه. انا قصدي على خلاص انا عملت الورمنج اب بتاعي التسخين بتاعي وبعمل بقى الاسترتشات اللي هي بنبه العضلات تمام، وقتها قد ايه؟ ما هو هي كل استرتش ياخد له تقريبا حوالي 10 ثواني او حوالي 12 13 ثانيه ده كل استرتش
ده اللي قبل. طب وبعد؟ اللي بعد هو هيبقى استريتشات في حدود ما اللاعب ما بيحس بالراحة. يعني هو انت بتعمله الاستريتش، هو لحد ما اللاعب ما يحس بالراحه بتعمله الاستريتش. تمام. طب 12 ثانيه مش كتير يا دكتور؟ الايه 12 ثانيه قبل المباراه قبل الحمل مش كتير؟ لا مش بالنسبه له، لا من 8 ل 12 ثانيه لا كويسه بالنسبه لل أوكي. ممكن تبقى نقول 8 ثواني لحد يعني نقول 8 ثواني لكن ما تزيدش عن 12 ثانيه. تمام. لكن بعد التمارين لا يبقى في فتره استشفاء كويسه، وفتره بقى الايه اللي ما بعد اللي هي اليوم التالي للمباراه. طيب خلينا في الاستشفاء عشان الكلام ممتع بصراحه. الاستشفاء دلوقتي كنا الاول بندخل مغطس ميه سخنه، بنعمل بعد كده مش عارف سائع تلج وندخل في مغطس في ساونا. عارف كنا بنتعذب في المغطس. فدلوقتي الاستشفاء الحديث ايه؟ هو نفس القصه، احنا ما فيش يعني هو الحاجات اللي هي اللي دخلت جديده علينا دي. والله هو الجزئيات اللي هي الاساسيه هتظل هي الجزئيات الاساسيه، ده بالنسبه للعضلات. وبعدين هي فترات الراحه كفترات هي الكافيه لقصة العضله تنقل اللي هي النواتج اللي بتتراكم في العضله علشان تمشي تاني مع الدم ويوصلها الاكسجين الكافي وترجع العضله تاخد الحيويه الطبيعيه بتاعتها. تمام. هو ده الاستشفاء، ده المطلوب من الاستشفاء. الثلج ولا المايه الدافئه؟ ما هو الجمع ما بين الاثنين، هو عاده المغطس بيبقى ثلج وبعدين بيخرج في قبل الماتش. لا قبل الماتش ما فيش ثلج. شفنا منتخبات كان في كاس العالم اللي احنا استضفناه هنا، كنت انا في احد الاستادات وشفت منتخب كبير كرواتيا اعتقد، مش متذكر ايه، جايبين اربع براميل ثلج وقبل الماتش على طول اللعيب بينزل كام ثانيه وبيطلع بعد التسخين، يعني هو سخن دخل الاوضه راح قالع وداخل نازل برميل الثلج وطالع على الماتش. ما عنديش المعلومه دي، مش قادر افيدك فيها. اول مره اشوفها دي. ما عنديش المعلومه دي الحقيقه. لكن هو الحقيقه قصه التلج قبل الشغل او قبل التمرين ديت مش يعني. طب هو التلج ما كانتش من ضمن مش بينشط الدوره الدمويه، بيعمل زي قوه انفجاريه في الدوره الدمويه؟ لا 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 هو احنا القضيه لا الدوره الدمويه بتيجي اكثر عن طريق الورمنج، عن طريق التدفئه او التدليك او كده، لكن هو التلج بيبقى علشان ما يحصلش يعني ارتشاحات زياده حوالين العضلات، ما يبقاش في مناطق من العضل فيها ارتشاحات عامله يعني لود على العضله اكثر. بس بعد ما بوقف الارتشاح وشيل التلج الدم بيجري. بس مش ده المقصود. لا انا بتكلم بقى في الجسم السليم. لا انا عشان كده بقول لحضرتك ده مش من ضمن التوصيات اللي احنا بنوصيها قبل التمرين. أوكي. ده ما بنحطش تلج قبل التمرين خالص. ما عنديش المعلومه دي يعني. اوكي تمام. وصلنا خلاص، وصلنا ان احنا كل ده وكان في بقى بعض التوصيات للتاهيل لتاهيل الاصابه. تمام. الجزء الاولاني اللي هو التدرج المرحلي، يعني احنا ما نستعجلش وما يبقى ما نبقاش تحت ضغط الاستعجال، لان دايما التاهيل بيبقى تحت ضغط ان خلصوا وعايزين نخلص عايزين ننزل اللاعب. لا ناخد المرحله بتاعتنا كامله والتدريج الطبيعي بتاعنا كامل، وان احنا لما نيجي ناهل ما ننساش بقيه الجسم، يعني احنا ساعات برضه بيبقى بنشتغل على الجزء اللي فيه الاصابه ونيجي لبقيه الجسم نهمله شويه فيبقى في فرصه للاصابه في اماكن ثانيه في الجسم. جميل. فعشان كده برضه دي توصيل للتاهيل ان احنا دايما ناهل المكان المصاب لكن ما ننساش بقيه الجسم. طب فوق التوصيات دي، التوصيات بقى اللي بتساعد على الرجوع بسرعه او التاهيل بسرعه، هو التزام اللاعب بتوصيات الجهاز بيخلي الرجوع بيبقى جيد. تمام. ونفسيه اللاعب برضو لما بتبقى كويسه وكل بيراعيها بيخلي فيه عزيمه اكتر وبالتالي الاستشفاء بيبقى فعلا احسن. بتساعد جدا، وهنتكلم برضو على جزئيه النفسيه ديت. أوكي. انا برضو عايز اقول توصيه للتاهيل ان احنا ما ننزلش الا بعد ما نعمل فينيشنج كامل للاعب، عملنا كل ما هو ممكن انه يتعرضوا اللاعب في الملعب. جميل. علشان لما ينزل اللاعب يبقى كده احنا مطمنين على سلامته ان هو خلاص استشفى تماما او تم سلامته تماما. دي بتطمن اكتر. لا هو برضو اكتر من الاشعه، لا الحقيقه الاهم هو التدريب التاهيلي قبل النزول اللي هو بيعمل فيه كل حاجه ممكن، يعني زي الشورت سبرنت واللونج سبرنت، وان هو يعمل الزجزاجات والترنات والجمبات ويعمل الارتكازات ويعمل شورت باص ولونج باص يعني العضله بعد ما تلتئم كليا يا دكتور. تمام. بعد ما تلتئم كليا في الاشاعه ايوه بتبقى برضو غير مؤهله تماما للنزول في الملعب عشان الحمل
علشان لابد من ان هي تعمل تاهيل تدريجي للنزول، هي طبيعتها كده، طبيعه العضل كده، خاصه لما بيبقى احنا عندنا التئام العضله ما بيبقاش بنفس الالياف اللي حصل اللي هي الطبيعيه بتاعه العضله. فهو احنا علشان نرجع الالياف ديت لطبيعه الالياف اللي مجاوره ليها تقريبا المرونه بتاعتها من غير ما تتمزق اول ما يلعب، اول ما يعني كتير من اللعيبه يجي له يعني مزق في العضله، وبعد ما يعمل الاشعه يقولوا له خلاص كده سليمه ما فيهاش حاجه، ينزل. يروح ينزل يحصل ايه؟ يتمزق تاني في نفس المكان، لان خيوط العضلة الالياف اللي حصلت ديت دي مش الياف جاهزه ومرنه على انها تنزل، ده محتاج تاهيل علشان يرتب العضله تاني ويريح لها تاني التغذيه بتاعتها والطبيعه ما بينها وبين العضلات التانيه طبيعي. الالياف مشدوده، الالياف بتبقى ما فيهاش مرونه، نخليها بقى في بالظبط بالظبط. فهو عشان يعمل الكلام ده ويرجع تاني العضله تبقى بنفس، لابد ان هو ياخد المراحل التاهيليه ديت، وعشان نقدر نبقى مطمئنين انه لما ينزل مش هيرجع الاصابه تاني. احنا لازم ودي التوصيل اللي احنا بنقولها، لازم ما ينزلش الا لما يعمل فينشنج كامل تحت اشراف الطبيب ويتخذ قرار انه كده اللاعب عمل كل حاجه سليم، ينزل وينزل تدريجي عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه لان لو اتكررت الاصابه هيبقى العلاج اصعب واطول وهيبقى محبط، تكرار الاصابه طبعًا محبط طبعا. الحاجه الثانيه ان نزول اللاعب وهو واثق من نفسه ده مهم جدا، لان الخوف بيجيب اصابه اكيد. يعني هو لو نازل وهو خلاص حاسس انه عمل كل حاجه وعمل كل حاجه وهو سليم، لما ينزل واثق ان هو سليم غير لما ينزل وهو قلقان، القلق ده بيجيب اصابه بالزبط. سواء بقى نفس الاصابه او اصابه تانية، القلق بيجيب اصابه او الخوف بيجيب اصابه. فدي التوصيه انه ما ينزلش اللاعب الا لما يكون تم استكمال كل البرنامج التاهيلي بتاعه. طيب باي ذا واي يعني اتفضل، ونرجع لموضوعنا الاساسي، الاكثر العضلات اصابه نتيجه الاهمال الشخصي زي السهر، قله الاكل، قله التزام في التمرين، اكثر العضلات اصابه، هل هي الضمه الخلفيه الاماميه السمانه؟ هو بصفه عامه كل العضلات معرضه للاصابه في قصه السهر، ويعني احنا برضو هنتكلم شويه عن التغذيه يعني سريعا يعني إيه، لكن هو في عضلات اكثر اصابه في أيوة كره القدم مثلا غير هي اكثر العضلات اللي بتبقى مثلا في كره اليد، في كره أيوة الطايره، في بالزبط على حسب اللعبه بتاعه. تمام. اكثر الاصابات عندنا احنا العضليه بتبقى عاده الضمه الخلفيه السمانه الاماميه، هي ديت العضلات اللي اكثر اصابه كعضلات، لكن هو في طبعا يسبقها الاربطه، يعني يجي اربطه الكاحل واربطه الركبه سواء رباط داخلي او رباط خارجي، يعني في اربطه بيجي لها اصابات يعني كومون يعني عاده في لعبه كره القدم، غيرها تيجي في اللعبات الثانيه في اصابات في العضلات، برضو عضلات بالنسبه لكره القدم مختلفه عن العضلات بالنسبه للعبات الثانيه. طيب يعني كان نمل مفهومنا او دخل مفهومنا ان عضلات البطن تحديدا والضمه بتيجي من السهر بقى، واكيد حضرتك عارف اللي بعد السهر. يعني فعلا الكلام ده فعلا ان عضلات البطن والضمه بيجوا نتيجه الاهمال الشخصي في الالتزام بصفه عامه يعني؟ عضلات الضمه وعضلات البطن السفلى، والحقيقه المشكله مش فيهم برضو، المشكله ان هم كمان بيعملوا التهاب في الحوض. ايوه ما هو ده طبعا، والتهاب الحوض ده بقى مشكله كبيره جدا في العلاج، وبيطول جدا مع الجهاز. ليه دي مرتبطه انا مش عارف اقول المعنى بصراحه، انا عارف انت عايز تقول يعني، لكن هو يمكن لان ديت مرتبطه بطبيعه الانسان بحركته بقوامه بقعاده وهكذا. يعني هو طبعا كل عضلات الجسم بتشارك، بس انا يعني ما بقولش ان الضمات علشان السهر الضمات هي اللي هتبقى اكثر ولا العضلات البطن السفلى اكثر، لكن انا ما عنديش معلومه السهر بيعمل العضلات ديت ولا لا. انا عايز اقول انا بقول السهر يعني كده لكن هو لكن انت بتواجه اللعيب يا دكتور، يعني انت قبل كده واجهت لعيب مش لازم في اي مكان يعني ايا كان مريض بتواجه بتقول له لا خلي بالك الاصابه دي عشان انت يعني رحت كذا عملت كذا، بتواجه ولا بتقول له خلي بالك؟ لا انا بنبه بصفه عامه، انا طبعا ما يعني بفترض ان هو يعني انا يعني بفترض ان هو فاهم ان احنا في حاجات جزئيات هو كرياضي لو هو عايز يأذي نفسه هو بقى يعملها، دي حاجه ترجع له هو تخصه يعني، دي حتى من ضمن السلوكيات اللي هنقولها سريعا دلوقتي يعني. تمام. وما تنساش برضو تكلمنا عن التهاب الحوض، لان التهاب الحوض ده بيسبب يعني الم رهيب، هو شايف ان هو لا يقل اهميه عن رباط هو السنة. عادة عضلات البطن السفلى وعضلات الضمة لما بتهمل، وكتير يجوا بقى من اللاعبين او الرياضيين اللي هو جاله الضمة ولعب عليها وجاله العضلات السفلى ولعب عليها، على طول بتقلب بالتهاب في اغشية العظم بتاع الحوض ومفصل الحوض.
وفي الحاله ديت بقى بتبقى مساله التهاب عظم والتهاب اغشيه عظم، وبتبقى موضوع كبير بالزبط. وعلى ما بيهدى بياخد ممكن لحد سنه وسنه ونص كمان، وساعات بيبقى اللاعب بيطول جدا في الراحه وبرده ما بيتحسنش، وساعات بننزله بنخلي اللاعب ينزل ونعمل له بعض الحاجات كده للمقابله. وفي الجزئيه دي بالذات الواحد بيوصي بان ما يبقاش في تقويات، يعني يبقى القصه عباره عن المرونه والرشاقه والاتزان. اصلي قعدت فيه حوالي 4-5 شهور. المشكله ان ساعات الناس بتروح تعمل تقويات لعضلات البطن والضمات، وده غلط في الاول لغايه لما انا تعايشت مع الاصابه وفهمتها. اكيد حضرتك عارف طبعا اللعيب بيتعايش عضلات الضمه والعضلات البطن السفلى هي اللي بتشد على المنطقه اللي فيها الالتهاب، فبالتالي انا لما اقعد اشتغل تقويات في التوقيت ده انا بشد على الالتهاب. لا بالعكس، احنا نشتغل رشاقه، نشتغل مرونه، نشتغل حاجات في الملعب ماشي، ده لو احنا عايزين ننزل اللاعب ونخليه يعني ايه نعالجه سنه بسنه كده واحنا ماشيين يعني. طيب معلش انا بسالك في اسئله، انا عارف لعيبه الكوره كلها مهتمه بالاسئله دي. في مثلا لعيب هيتجوز مثلا بتقول له يعني خلي بالك من حاجات معينه، المفروض ان انت تتعامل كذا في الجواز، المفروض ان انت ترجع عندك تمرين، ف الحاجات دي بتتكلم فيها عادي مع اللعيبه؟ الحاجات دي بتؤثر تاثير سلبي على اللعيبه؟ انت بتلف برضه بتيجي عند نفس النقطه. النقطه دي مهمه جدا، النقطه دي مهمه جدا. هو كل شيء في المتوازن مفيش حياء طبعا. بالظبط. كل شيء متوازن ما فيش فيه اي مانع خالص يعني. لا طبعا يتجوز ويعيش حياته طبيعي، بس اي شيء فيه افراط تمام هيبقى فيه مشاكل. لكن مشاكل يؤثر سلبيا على اللعيب في يؤثر سلبيا طبعا في الاصابات طبعا زيه زي اي اجهاد خارجي. نعم، اصابات الحوض تحديدا والبطن السفلى وبرده العضلات بتاعه الضمات تحديدا. ماشي، ولكن هي القضيه ان هو لو هو في المعدل الطبيعي للانسان الطبيعي طبعا لا يعيش حياته ويتجوز طبعا. المفروض ان احنا نثقف اللعيبه في الحاجات دي. نعم التوعيه طبعا طبعا طبعا. ما بيحصلش الكلام للاسف. ما بيحصلش، وانا لسه كنت بتكلم معاهم قبل ما ندخل فعلا. ان جزئيه التوعيه دي جزئيه مهمه للكل. انا بس يعني اقول سريعا علشان ان احنا عايزين برضو نراعي اللي بيحطوا بقى جداول المباريات، يراعوا بقى حكايه توزيع المباريات، لان في ساعات المباريات تيجي ورا بعضها ويبقى حمل عالي جدا. مراعاه اللاعبين اللي هم مشاركين في اكثر من فريق. يعني في الناشئين ساعات لاعب يلعب في فريق ال 16 ويلعب في فريق ال 15، يلعب في فريق ال 17 ويلعب في فريق ال 15، ان هو يلعب في اكثر من فرقه ده حمل، فلازم أكيد. لازم نراعيها. ان لاعب بيلعب في المنتخب وبيلعب في النادي دي لازم تتراعى. يعني مشاركة اللاعب في أكتر من مكان ده اللي بيبقى فيها. خلي بالك بكلامك. طب هل طيب. ده ليه تأثير على عمر اللاعب في المدى البعيد؟ طبعا. إن هو بيستهلك؟ طبعا. طب هل لو اللعيب ما كانش مستهلك بيأثر بيزيد في بالإيجاب؟ طبعا. هو فعلا. كل فعلا. حاجة ماشية متوازنة أوكي. بتوصل للوضع المثالي. كل حاجة بيبقى فيها حمل عالي. يعني اللاعب اللي جاله إصابة رباط صليبي وهو في سن ال 16 سنة غير اللي جاله رباط صليبي وهو في سن ال 30 سنة. أكيد طبعا. اكيد اللاعب اللي جاله 10 20 اصابه وهو لسه عنده مثلا 17 18 سنه غير لما يمر متوازن لحد سن ال 25 سنه. عارف بقول لك كده ليه؟ لان انا لعبت متاخر، انا لعبت مثلا 26 سنه ورحت نادي الاهلي عندي 35 سنه. وبعد ما رحت نادي الاتحاد فهم قالوا لي انت بتاخد منشطات؟ قلت لهم يا جماعه والله ما باخد منشطات. فجه الدكتور قال لهم يا جماعه هو مش مستهلك فعنده عشان كده فعلا صحيح. لياقه. الحاجه الاخيره مراعاه اللياقه والمهاره للاعبين الغير مشاركين. اوكي. لان انا في لعيبه ما بتشاركش بشكل مستمر، فاللاعب ده مش بنفس لياقه اللاعب التاني. أكيد. فلازم احط له برنامج لوحده علشان يوم ما احتاجه ما يتصابش. اكيد. يبقى كده انا ما استفدتش منه. أكيد. يعني كل ده تحت البند اللي هو بتاع الحمل البدني تمام. ومراعاه اللعيبه بدنيا وفي اللياقه وهكذا. الجزئيه الثانيه بقى جزئيه السلوكيات. اولا توعيه زي ما حضرتك بتقول، توعيه اللاعب بكيفيه ان هو يعيش حياه متعادله ومتوازنه وسليمه. حياه لاعب، حياه رياضي بالظبط، متوازنه ما بين الاكل والجواز والحياه الطبيعيه، اللي يسافر ويروح لاهله ويخرج معاهم، الحياه الطبيعيه دي والتغذيه المتوازنه والسوائل، انه يبعد عن المنبهات، عن بعض الحاجات الضاره، المنشطات الغير مسموح بيها طبعا. في احيانا بيبقى في منشطات مسموح بيها لبعض اللاعبين اللي عندهم بعض المشاكل الغده الدرقيه وده، فبيبقى في بعض الحاجات كده كان ده مسموح بيه خلاص. لكن ان هو يروح من ورا مثلا حد ويروح ياخد مكملات، ياخد منشطات، طبعا ده بيأذي نفسه. اكتر حاجه اعتقاديا قابلتها خطا للعيب، هو معتقد بحاجه وحضرتك قلت له انت بتعمل مصيبه،
يعني هو كونه ياخد منشطات من ورا الطبيب دي مصيبه، دي كارثه، لان هو بيأذي نفسه. اكتر حد قبلك في يعني مش لا. اسم اكتر حاله قابلتك كانت ايه؟ اعتقاده كان خاطئ جدا. بص حضرتك، هو كان بيبني كتل عضليه وكان اكثر يعني اصابه بسبب بناء الكتل العضليه دي، خاصه الجزء الفوقاني. ما ندخلش جيمات على الفاضي والمليان، ما نروحش احنا نزود. تمام. والتزويد ده يبقى على حمل. على حسابنا. تمام تمام. اي رياضي يبقى فاهم كده، هو تحت امر الجهاز اللي بيشتغل معاه. تمام. لو راح هو لوحده وحاول يزود علشان ده اعتقادا منه ان هو هيبقى احسن، لا ده ممكن ان هو يأذي نفسه. جميل. الزياده دي ممكن يأذي نفسه. جميل. الحاجه الثانيه التعليم بقى، اللعيب ازاي يقع على الارض، يقع ويتقلب، اللي هي بعض الامور اللي بيبقى فيها رشاقه، ان هو ما يبقاش معلش زي ما بيقولوا غشيم في الاصطدام كمان، وفي التاكلينج، وفي ضربه الراس، ويدخل مع المرمى يدخل في العارضه. في لعيبه يعني كان واحد يشوفهم عندهم مرونه كده، يعني يعرف ازاي يخرج من، عنده خبره. وفي لاعب يعني زي ما بقول لحضرتك يتخبط الخبطه هي اصابه. فدي محتاجه شويه بعض التدريب او بعض التوعيه. ثقافه بصفه عامه. برضه حكايه الضبط النفسي اثناء المباراه واثناء التمرين، يعني احنا ساعات اللعيبه تشد على بعضها، ساعات يبتدوا يسخنوا على بعض في اثناء التمرين، فيبتدي بقى هنا تحصل وهنا بقى دور المدرب ان هو لا يوقف بقى وما نشافش على بعض، لان هنا موضع اصابه. برضو كنا قبل كده اتكلمنا على جزئيه التحكيم. انت عشت قمه المجزره يعني. انت شفت اتكلمنا برضو بعد كده على التحكيم. لما المباراه بتفلت من ايده برضو بتقلب بخناقه في الملعب. أكيد. وده مشكله، فان اللعيبه تنشف على بعضها ده هيبقى طبعا وراء اصابات، ولابد ان احنا نتجنبها. تمام. التزام اللاعب مع الجهاز الطبي اللي هو بيتعالج معاه ده امر مهم جدا، زي ما هو بالظبط قلنا ما نزودش في حكايه الاحمال وان هو يعمل لياقه زياده، برضه لما يبقى بيتعالج من اصابه ما يروحش يروح يحاول ياخد يتعالج بره الا باذن الدكتور. لو هو راح للدكتور وقال له طب روح للحته الفلانيه او كده، لكن هيروح بره وهيروح جوه وهياخد علاج هنا وياخد علاج هنا وياخد راي هنا وياخد راي هنا، دخلنا في ازدواجيه. بالظبط. اصبحت كده الاصابه ممكن لا تتحل ولا نرجع تاني. بالظبط. او نرجع ويحصل مشكله. بالظبط. وهكذا. بالظبط. الحاله النفسيه بقى للاعبين، ودي مهمه جدا. هبتدي بالمدرب. المدرب برضو يعني بيبقى عنده خبره لما بتحط في ضغط، يعني احنا كنا مباريات الزمالك الاهلي والزمالك دي مباريات قبلها بيبقى فيه اكيد مدرب لما بيبقى عنده انضباط انفعالي، يعني غير المدرب لما يبقى متوتر قوي، بتتنقل التوتر على طول للعيبه، وضغطه في التدريب بيتنقل على اللعيبه. حضرتك عاصرت كم مدرب؟ لا عاصرت مدربين بالذات في الناشئين كتير ما شاء الله يعني. لا تمام. كتير يعني، لكن في الدرجه الاولى يمكن كان الاكثر مع مستر مانويل، وكان مع الكابتن حسام بدري، ومع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، والكابتن فتحي مبروك، ويعني انا مش عايز انسى حد، بس تمام. يعني انا يعني تمام. عاصرت مدربين يعني اكثرهم كان الكابتن مستر مانويل يعني. أكيد. مانويل جوزيه. الجزئيه الثانيه ان اللاعب نفسه بقى، مراعاه اللاعب نفسه لما يبقى تحت ضغط الجماهير وتحت ضغط تدريب وضغطه هو نفسيا ان هو عايز يبقى يعمل حاجه. بالزبط. او عنده مشاكل حياتيه. بالزبط. ومحتاج ان هو برضه يراعيها وهكذا. والجزئيه الاخيره في الجزئيه النفسيه، التقرب ما بين اللاعب والطبيب برضه دي انا بنصح بيها، علشان اللاعب لما يبقى عنده شويه اجهاد شويه وجع يقولك. ما بيقولش، لازم يقول لك. لازم يقول لي. هو هيقول لي امتى؟ لما يبقى عارف ان انا هفهم ان هو بيقول خوفا من الاصابه، مش خايف مني ان انا هروح اقول للمدرب. يعني الطبيب هنا بيعرف بالزبط. ازاي يوازن يقول يتعامل. ولا ما يقولش، يتعامل يريحه ازاي، طب يقول للمدرب ايه او ما يقولوش ايه. وساعات بقى بتحصل مشاكل في الجزئيه دي، يعني جزئيه ان تدارك المشكله اثناء فتره الاجهاد، لو راح الطبيب ساعات المدرب ما يقتنعش، ده ما عندوش حاجه ده بيلعب، وساعات اللاعب يبقى فعلا مجهد وممكن يدخل في اصابه، فهنا الطبيب بيبقى في الموقف الصعب، بس هو ده دوره. يبقى قريب من اللاعب نفسيا عشان اللاعب يقدر يحكي له، يقول له ان انا حاسس بكذا. نتكلم ولا ما اتكلمش، اوقف ما اوقفش، اهدي. ساعات يقول له انزل بس انت خليك حريص في النزول. تمام. يعني انت خفف شويه ما تشدش قوي، ويبتدي ياخد ويدي معاه علشان يقدر يتدارك المشكله ويشخص الاصابه قبل ما تحصل، او يشخص المشكله قبل ما تحصل. ضافت لك الكوره طبيا يا دكتور؟ طبعا طبعا. انا عايز اقول لحضرتك ان كل اللي احتك بالارض الخضراء غير اللي عاش براها. طبعا مع احترامي لكل دكاتره الاصابات،
لكن اللي اتمرمط زي ما بيقولوا زي التدريب برضو في بالزبط. في يعني في مدربين عاشوا وفهموا لما لعب واتبهدل وكده، وفي مدرب ممكن يكون دارس. يعني دارس برضو، ده لا يقلل، ممكن الدارس يكون اشطر، بس انا بتكلم ان الخبره بتيجي مع مع البهدله طبعا. أكيد. يعني أكيد. طبعا الارض الخضراء ديت لها أكيد. لها اثر قوي يعني. أكيد. التغذيه مهمه جدا، ومهم جدا الاهتمام بيها في الانديه، لانها علم، ولان الموضوع ما ينفعش يتاخد سطحي. متابعه الاوزان، اللاعب اللي وزنه تقيل فرصه الاصابه من الحركه البسيطه بالزبط. اعلى من فرصه الاصابه من الحركه بالزبط. الكبيره بالزبط. متابعه النوعيات الاكل، متابعه كميات الاكل، توقيتها بالنسبه للتمرين. انا شفت يعني ناس لعيبه وينزل التمرين ويرجع، ليه؟ انت ايه عملت ايه؟ كان واكل وهو جاي يعني في الطريق، كان وهو جاي يعني ده غلط، في حاجات غلط. نوعيات الاكل، توزيع الاستثناءات، في لعيبه بتاكل عادي ما بيحصلهاش حاجه، بس ده مش الصح. هو مش صح، هو الصح طبيا ان يتحط توقيتات للاكل ونوعيات للاكل، خاصه قبل المباراه بعد المباراه، او بصفه عامه انا اكلي كرياضي، انا بقى وزني نازل يتحط لي برنامج اعلى، وزني عالي يتحط لي برنامج انزل الوزن وهكذا. المكملات بقى الغذائيه مهمه جدا طبعًا. السوائل اللي بتفقد طبعًا. الميه، الميه قبل التمرين اثناء التمرين، توزيعها، العناصر المعدنيه. نبعد طبعا زي ما اتفقنا عن المكملات الغذائيه الا باستشاره الجهاز طبيعي. نبعد عن المنشطات الا اللي الطبيب بيسمح بيه. ده من ناحيه الايه التغذيه. بعض التوصيات بقى اقولها للجهاز الطبي نفسه، يعني اولها كانت ان هو يعني هو عليه مسؤوليه ولازم يتحمل، هيتحمل لوم الناس ساعه ما الاصابات تزيد، ده طبيعي. اصل هو المشكله ان هو الطبيب نفسه تحط تحت ضغط نفسي، يعني ما الناس تقول بقى مستشفى النادي الاهلي اكيد, الاصابات اللي بتكوم في النادي الاهلي، هو الطبيب ما هو برضه يعني نفسيا برضه هو عايز حد يقول له أكيد. شد حيلك بالظبط، تمام. فقليل اللي بيقول شد حيلك، واول ما الاصابات تكتر تلاقي طخ الجهاز الطبي ومراجعه الجهاز وهكذا. هو دوره ان هو لابد انه يقوم بهذا الدور، دي مسؤوليته. الحاجه الثانيه قصه تكرار الاصابه، التواصل الدائم ما بينه وبين المدرب لازم يبقى، وهنا برضو كلمه للمدربين، يعني لابد من مراعاه دور الطبيب. لازم. يعني لازم. ما ينفعش انا كمدرب وعندي خبره خاصه المدربين اللي لعبوا، ما ينفعش انزل انزله، لكن يعني برضو اخد راي الطبيب يعني ايه، احنا يعني في النهايه بنكمل بعض. ال ال القرار السليم بقى برضو توصيات الطبيب في اثناء المباراه زي ما حضرتك ما قلت، هو هنا دور الطبيب التشخيص بالظبط. انا نزلت ارض الملعب مش عشان احط تلج او ارش بينج، هو هنا انا هقول اللاعب ده عنده مشكله كذا، يستمر لا يخرج، ولو هيخرج لازم هنا راي الطبيب يراعى بالظبط، خاصه ان اللاعب هنا بيبقى عايز ينزل، يعني ما فيش حاجه اسمها لا انا ما عنديش حاجه وينزل ويقع صح، ما خلاص هو ما دام الطبيب قال لا يبقى لا خلاص. هو ده اللي هيبقى مطلوب. جزئية بقى الاشراف الطبي على الاستراحات والغرف الملابس، ولان دي برضو بتبقى اماكن بتبقى محتاجه تهويه وبعض المراعاه الطبيه. ده الجزئيات اللي كنت حابب ان انا اتكلم فيها. انا بس كنت عايز اقول ان احنا كلعبه جماعيه، يعني كله بيراعي، يعني كل واحد بيقوم بدوره اكيد، فبالتالي لابد من التوعيه للكل، يعني لازم التوعيه للمدربين، لازم التوعيه للجهاز الطبي، للاعبين، لازم توعيه كلنا ونتكلم مع بعض، والتوعيه ديت هتخلي كل واحد يفهم دوره ايه ويقدر يشارك مع الباقيين ونتناسق، لان احنا لعبه جماعيه، عشان نقدر نوصل للشكل المثالي بالزبط. المطلوب مننا بالزبط. وفي النهايه نوصل للاعب اللي هو عنده خبره قوي وصحته جيده وعنده ثقه في نفسه، وطبعا فوق ده كله بيحسن التوكل على الله، هو ده اللاعب اللي هيقدر يحقق ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يكرمك، حلقه مفيده جدا والله بجد، ربنا يكرمك، وكنا فعلا محتاجينها كده، ويعني يا ريت تشرفنا كده كل فتره نتكلم فيها عن الجديد. اخر حاجه هسالها لك، احنا عمالين برجاوي واتخانق معاها في الايربيس، ان شاء الله ان شاء الله في ظل الحاله المعنويه المرتفعه لمحمد محمود، في ظل انه عايز يرجع بسرعه جدا، في ظل ان الجماهير بتدعمه كل الدعم، ممكن ياخد كام شهر؟ هو نفس الفتره اللي يعني احنا ان شاء الله يعمل العمليه وياخد الفتره بتاعته اللي هم 6 شهور. لا يعني اصل يقول يخلص هو يعني يكمل الفتره اللي هي بتاعه العمليه اللي هي تمام. فتره 6 شهور تمام، خلص الفتره ديت ان شاء الله يرجع، هو يعني القصه راجعه له هو تمام. لو هو عنده ثقه في نفسه، ثقه في الله اولا ثم ثقه في نفسه، وفي ناس
يعني هو مش اول واحد يحصل له كده. اكيد لا في ناس وكتير ونماذج كانت في الاهلي حصل لها كده ورجعت ولعبت وكانوا نجوم. فيعني اتمنى ان هو يرجع ويبقى ان شاء الله نجم النجوم واتمنى له كل خير ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور وليد، ونورت وشرفت. الله يخليك. دي كانت فقرتنا الثانيه مع الدكتور وليد عبد الباقي دكتور الاهلي السابق، يعني كان منورنا ومشرفنا، واعتقد ان هو قال معلومات مهمه جدا. دكتور وليد طبعا استاذ جراحه العظام، بشكركم شكرا جزيلا واشوفكم دايما على الف خير ومع الف سلامه.